بصراحة، تعي نحكي بصراحة، ما في أحلى من الصراحة. بصراحة بصراحة وبصراحة، بما إنه بصراحة وبما إنه ما في أحلى من الصراحة. بصراحة ما عدت عليك ولا حاسس، بصراحة ما عدت انسى على شيء ماشي واضح. بصراحة ما عدت عليك شيء أنا حاسس، بصراحة ما عدت انسى على شيء ماشي واضح. بصراحة ما في أحلى من الصراحة. بصراحة بصراحة زياد الرحباني حالي، انت حالي، ما فيني اقول عنك الفنان زياد او الموسيقي زياد او العبقري، هيك كلمات ما بتحبون زياد، او الاستاذ مثلا او السيد زياد الرحباني، او يعني بالنسبة لي انت بتمثل دكتور. او الدكتور اليوم على الموضة، او انت غير دكتور كمان حاليا، شو في منتخب معين حالي عائد عندك فكرة أكثر؟ أنت حالي بتي قصيري مش لي يام لي لامي تلعسمنا كمان قد ما في كلمات. المهم أنت بتمثل حالي مجبولي بكل نواحينا، إنسان، مواطن، فن، سياسي، عقيدي، إبداع، نقد، إلخ إلخ إلخ. صباح الخير. هلأ جديا ما كنا عم نجرب الميكروفونات، كنا عم نحكي جديا، كل اللي قلته طلع على الهواء. كيف مزاجك اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. مقبول نسبيا. مقبول؟ مقبول مقبول. لا عفوا، كمان أنا عم بفهم عليك غلط. بداية شكر للكبيري، شكر للست، شكر لفيروز، لأنه خلال هاللقاء راح نسمع مقاطع من أغنيات بيت الدين هذا الصيف. بركي منبلش بوحدة من المارون. صبحناك يا ست أيضا وأيضا. زياد الرحباني ناطق باسم الشعب، كل الشعب، والناطق بمشاكله، والمعبر عن هواجسه بالصورة والصوت أحيانا، وأكثر الأحيان بالكلمة، باللحن، بالأغنية، بالتعليق، بالموسيقى وبالمسرحية. إنه حقا يملك وكالة باسم الشعب بدون ما يكون له كرسي بالبرلمان اللبناني. قلت لي زياد انك بتريد اليوم الحوار يكون كلام سياسي، ليش بتريد من هالحوار انه يكون رسالة لمين؟ مش سياسي بقدر ما هو حياتي يومي، يعني مش اوجاع مجتمع. يعني الشيء اللي كل ما بيلتقي فيه الواحد المواطن بالشارع اول شيء بيسألوا ايه هذا. رسالتك لمين اليوم زياد؟ بكره شو بدنا نعمل، شو كيف بدنا نكفي، كيف بدنا سألت والله. هالسؤال بالنسبة لبكرة شو؟ يعني إنه وضع كل واحد، يعني شو ما كان عنده هموم اختصاصات، في شيء مشترك إنه كيف بيقدر، هل بيقدر بيكفي بهالبلد، هل بيقدر بعد يفل، هل بتزبط. بس يقولوا بتزبط ما بيقصدوا عموما بعض الأشياء العارضة مثل اللي عم بتصير هلأ، يعني
انه حالات مفاجئه من الطائفيه واعاده اجواء طائفيه، ما بيقصد هيك، بيقصد الحياه المعيشيه بشكل رئيسي. سبق وقلت والشيء اللي يعني تهمت فيه الحكومه الحاليه انه ما قدرت تظبط الوضع المعيشي لبلد دهور، يعني هو اللي موعوده في الناس مع اي حكومه جديده بتشكل شبه عارفين رموزها واشكالها. فيعني تقريبا بتصور يوميا الناس بيفكروا هيك اكثر من التحرير واكثر من المواقف العامه واكثر من بعض العوارض الطائفيه، الا ان هالعوارض تصفي فعلا تشكل شيء واقع يلغي كل حاله الاقتصاد والخوف. يعني حطيتنا بعناوين اللقاء معك اليوم زياد بهالمقدمه اللي عملتها، انما سبق وسالت بالسابق بالنسبه لبكره شو، وبعدك لليوم ما اخذت جواب؟ لا والله حق عمين يوم بيوم ولا ما تابعت بركي انت ولا كل يوم عندك جواب جديد يعني ومختلف؟ كنا يعني بالايدنا هيك اوقات بانه ندعي انه نتوقع اشياء وقت لوقت هيك ببعض الاعمال يعني، واكثر اخر عملين عملناهم على المسرح بال 93 و 94 البعض تجن عليك وقال ما فهم عليك. ايه ماشي الحال، بس يعني بعد شي 3 4 سنين بصيروا بيشبهوا تقريبا الشيء اللي عملناه على المسرح، يعني ما بيش ضروري نروي شو عملنا على المسرح، بس كان باقي يعني باحدى القصص اللي انتهت لها المسرحيه انه باقي بالبلد شي 10 12 واحد مش عارفين بالضبط بأي منطقه هن، لانه رجع صار في برية ورجعت يعني ما عاد في عمران مبين يعني وقلت الحركة بطبيعة الحال إذا مش بقي غير عم تذكر عم تذكر المسرحية يعني وكلامك بوقتها مش عم بيقدروا يعني جغرافيا يعرفوا وين هن وين بقيوا من كثافة الشجر وال يعني طبيعة المكان بالمدينة هن عارفين انهم بالمدينة بس مش عم بيعرفوا تقريبا وين هن بأي منطقة بأي شقفة من المدينة بأي شقفة من المدينة. زياد طبعا سألك زميلنا شرب المارون انه عن المشهد اليوم، يعني انت زياد الرحباني الانسان المواطن كيف بترسم من زاويتك المشهد اللبناني رسميا وشعبيا سياسيا ووطنيا، وبالسياسي وين واقف انت اليوم، على اي مفرق يعني على اي كوع؟ قلت معقد المشهد معقد، فيك شوي تعطي نتفة هيك تفاصيل؟ ما شغلتي اول شيء ما لي صفه، انا انت هلا عرفتي تعريف كثير كبير عن المناطق باسمي، بس انا بدي بلش من شغلي انه انا بنسال احيانا كثير يعني بيتعاملوا الناس معي على اساس انه بكتب مسرح وطلعت على اذاعه اثناء الحرب وكان معظم الوقت هالشيء له عنوانه الكبير بشكل او باخر لبنان، يعني قليل ما صار تعطينا بقصص خاصه يعني، وهذه علقه كانت يعني مصفى واحد مثل انه هو له شكل من اشكال المسؤول مثل ما قلت نوعا ما، انه كانه هو يعني عنده علم بالسياسي اكثر من غيره او انه بتعطى سياسي علما انه مش صحيح هالشيء. نعم يعني انا ما كثير الوقت اللي بصرفه على السياسه اكثر من وقت بصرفه على الموسيقى، مش معناتها انها مش مهمة عندي، بس انه في ناس بيتعاملوا معك بمعنى انه كأنك عم تشتغلي يوميا سياسة. نعم بس متابع سياسي حتى قبل ما لا بوقف يعني التقينا بالاسبوع الماضي قلت لي رجعت لملم جرايد وقصقص جرايد وخبي جرايد، يعني ما بتقدر تغير شهرين زمان بسبب اهتمام ببيت الدين، انه اول شهرين علي من كذا سنة اذا بدك انه بقرا بس بعض القصص بس العناوين بسموها. بس بطبيعه عملك يعني ومتابعتك لابد ما تكون عايش الهم السياسي من ميل، لانه له انعكاسه على الناس وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع. عليك على شغلي كمان وعلى شغلك مثل اي واحد بيسالني يعني انه شو رايك؟ شو رايك استاذ؟ شو اولاد استاذ؟ شيء هيك. لانك من شوي تذكرت المستقبل ومن شوي قلت بالمسرحيتين الاخيرتين قلت شو بده يصير، لك انه يعني بيتطاول اوقات الواحد بيصير يتنبأ باعمال، بس انه مش معناتها انه يعني كل شيء بيقوله مزبوط، خاصه انه قريب من التيقيس يعني الصوره بالنسبه لي اذا بدي احكي يعني بتطلع انه دائما صوره انه هذا بيجي بيأسنا ويروح وبيسب العالم، خاصه انه رح نسب العالم يعني نسب حالنا يعني. كان في واحد هيك بعرفه انا عنده امل، يضل عنده امل يعني انه رغم كل شيء صار بالبلاد كان بعده عنده امل، فبلغت عنه صراحة يعني ما طوعني ضميري، بلغت عنه لقطوه وحبسه وبسجن انفرادي يعني.
يعني أفضل ما أنه يتعاطى أو لا سمح الله يختلط مع موقوفين تانيين يأسين مثلا ويقوموا يزغزغوا له النواة. طبعا زلمة عنده أمل ضبوه ضبوه لما يضيع الأمل ضبوه ليربى الأمل بمخه. هالزلمة اللي عنده أمل شو صار عنده اليوم؟ حزب الله؟ هاجر ليش هيك؟ أخذ الأمل معه يس فإذا تسلط عليه الياسين لا يضل شايفة أنه بس ماشي برا بصير يقول يعني بصير يحب لبنان أكثر. بس طبعا إذا ما نشوف من زاوية حزبية وهيك الأمل اللي عنده أمل صار عنده حزب الله أيضا اليوم دائما تحالفوا ما عندهم ولا مشكلة ائتلاف وضل عنده أمل إسرائيل طلعوا كمان. زياد طبعا معلش قلت ما بدك تدخل باليوميات السياسية الزريبة الضيقة إنما بدنا ناخد عبر هيك وخلاصات ولو قراءة هيك على طريقتك بالنتائج الانتخابية الكتيري تابعت لا شك وخبرتني إنك تابعت شوية انتخابات على الهامش وكنت بعز التحضير لبيت الدين إنما عشتهم هيك بصور معينة خاصة بيروت خاصة ببيروت. طيب هل نتائج حيث محل الإقامة يعني ما معقول يعني بس يجي حتى بالبناية كان عندك انتخابات مثلا صورة على البناية يعني ظهرت على بكرة ما كانت رجعت عشية كانت أكيد وقديش دفعوا حق أجار تعليق هالصورة هلا ما يعني يعني صار قصة عليها بالبناية مش الحال بعدين رجعت تعلقت ايه تعلقت طبعا والسعر يعني كان يبونا يعني انهم تسألونا ما هاي منظر البنية ما فينا فيها اثنين البنية اللي علقه وانا يعني قلت له اخي لنا 20 سنة هون سألونا لانه هيك من سما كلنا على الصورة يعني قال لي مش انا ابني علقه بدك منشيلها قلت له شو بدي منشيلها هاي ربطينا تربيطة منشيني بدك تشيلها خليها يعني هني بكرة رح يجي يشيلوها يعني هول الجماعة طالعين بهالصورة او بلاها وبكرة هني بيجوا بيشلوها بس بركي رفضك للصورة عزز له موقعه وغلى السعر يعني لا قلت له غلى أجار الصورة قلت له عم تاخدوا لنا شاطف درج بالسنة 400,000 خلي هذا اللي معلق له صورته يدفع لك اياهم تبعوني انه شاركت يعني بنوع من الرشوة قدروا يرشوك قلت له إلا لمرتك لأن مرته بتلمهم ولي طبعا مهتمي بالنظافة قلت له خلي هو يحسبها يعني أنا ما طلع لي شيء من تعليقة الصورة وفي كتير ناس تعرف وين ساكن يمرقوا طالع فوق شباكي دغري طيب وفروا عليك 400,000 ليرة تنظيف ده ما عرفنا لا تجي آخر السنة زياد هالنتائج الانتخابات بالشكل اللي اجت فيه يعني البعض قال بأنه هالتقسيم الانتخابي سمم الخطاب السياسي بالسم الطائفي المذهبي والبعض الآخر قال الأسباب كتيري زياد الرحباني شو بيقول ليش هالمناخ المذهبي العائد بقوة خلينا نعطي مثلا إذا المناخ المذهبي عائد بقوة هل النائب غير العائد بإرادته يا ترى نجاح وكيل؟ النائب غير عائد؟ إيه عم نقول في مناخ مذهبي عائد خلينا نعطي مثل عن العودي والعائد والغير عائد بالاسم خلينا نسأل ونتائج الانتخابات هي اللي سممت الجو وخلت الناس تحكي طوائف ومذاهب مثلا نجاح وكيل برأيك غير عائد بإرادته أو لا؟ لا بإرادته هو قرر ما يرجع طبعا. بس شو أسبابه؟ أسبابه شرحها أكثر من مرة بس أنت كزياد الرحباني صدقت أسبابه؟ أنا صراحة ما اقتنعت حرفيا باللي جرب يشرحه يعني وطلع مرة على التلفزيون شرحها وعملنا مداخل جربت فصله أنا شو بتهيأ لي الأسباب إضافية عن اللي عم بيقولها هو لا مش صحيح إنه هو الأسباب اللي فعلا عم يشرحها هي الحقيقية إنه ما إنه قال بالملخص إنه شو بيقدر يعمل واحد ضمن مجلس بكامله معلق يعني شو بيقدر يسوي هونيك رأيك شو سؤاله إذا مش قدر يعمل شيء جوا شو بعده قادر شو بعده قاعد يعمل جوا فخلي يعمل شيء برات هالمكان وين بيكون الإنسان فعال أكثر جوا أو برا جوات عادة إذا يعني فعلا في حركة يعني حركة مؤلفة من ناس بينتموا لها إذا بصر لها تكون جوا وبرا بيكون أحسن شيء بالسياسة يعني حيث في مجلس نيابة إذا إلها ممثل عال وإذا موجودة بالشارع بنفس الوقت يعني براليل هو هذا النموذج زياد بين العائد والغير عائد وعودة السم هيدا السم المذهبي والطائفي اليوم رجعت السنية السياسية
عبر الحريري ورجعت الدرزية السياسية أي الجنبلطية، وحزب الله وحركة أمل عم بيمثلوا الشيعية السياسية. فأين المسيحية السياسية من بعد ما غابت أحزاب المارونية السياسية؟ وليش تحديدا رجعنا بنظرك إلى هالمحاور المذهبية بدل من المحاور السياسية من يسار ويمين شيوعية وبرجوازية وسط ديمقراطية اجتماعية إلى آخر التسميات؟ إيه بقى شو؟ يعني بتهيأ لي إنه ما يعني عم بقول لك من شوي قلت لك إنه بدنا نضطر نسب حالنا، يعني بدنا نسب الناس. يعني ما في شك إنه هول الأشخاص اللي طلعوا مش شغلة مجنسين بس كلها، يعني إنه يا با كان في مجنسين صوتوا وكذا، هاي النتائج مش نتائج مجنسين مسؤولين عنها. على هذي في لبنانية مسؤولين عنها طبعا، وبالنسب اللي طلعت فيها الأصوات يعني مع يعني نسبة بتتركية دائما هامش مثل تقولي اللعب بالأصوات، ضغط على الناس، صعبرة ببعض القصص، وفي ناس عملوا طعون وفي ناس ما قالوا النفس يعملوا طعون استسلموا، وفي ناس ما كان قالوا النفس يترشحوا حتى لا يضطروا لا للزعبرة ولا للطعون يعني مثلا. بس انه هيدي حالة مين؟ بس بالإسم. انا برأيي هذا اللي صار بيمثلنا، مش صحيح انه هول اللي هلا اجوا ما يمثلونا، بيمثلوا واقع اليوم. مين ما بدك انه هول بيمثلوا شو في بهالشوارع كلها اللي بتبرمي فيها اليوم. شو في بهالشوارع زياد؟ هلا في يعني نحن بنحب الزعران، نحن كوننا شعب ازعر عموما، ازعر بمعنى شو الازعر هو؟ الازعر هو الشخص عموما اللي ما عنده حدود لشيء او ما عنده رادع لشيء، او بتقولي مثلا بشكل مبسط مثلا ربيان ما حدا ربيه هذا بلا مربى، يعني خفيفة كنت بلا مربى، بس منحب الزعران يعني. وعنا مفاهيم شوي مختلفة عن مفاهيم العالم الأمور، يعني الآدمي عنا يوازي الهبيلة مثلا وضعيف، الآدمي فيه يكون مش ضعيف أبدا يعني. بدك واحد قوي بالنسبة للعالم يعني أزعر ويعني شاطر، هذا أكيد رح نرجع له كثير. واللي لخصها مثل فظيع قديش هو المثل واطي، إنه الشاطر ما يموت. شو يعني الشاطر ما يموت؟ كيف ممكن يكون واحد عامل بطل مثلا ومشي عالم وراه وبيزكي، يعني اللي اسمه شطارة، يعني بيقدر ما يموت وهو عم بيحكي كل الوقت عن الوطن وعن إنه هو عراس هالمجاميع الناس اللي لحته. لكن هالمثل قديش بهالحالة شو تفسيره؟ إنه الشاطر ما يموت. هذا الزرو يعني زروة الشطارة طلعت هالمثل يعني. شو الشاطر ما يموت؟ يعني إنه طيب كيف واحد طرح شعارات كتير كبيرة مع بناضي مثلا بيقدر يكون شاطر لهالدرجة إنه ما يموت مثلا؟ طبعا بيموت غيره، وممكن يقول التفسير إنه هذا القائد مش مثل أي عنصر، إنه والله عم بيهربوا من بلد لبلد لأنه بده يرجع. إيه عرفت إيه؟ بده يعمل حكومة منفى يمكن يرجع، بس مش بهالمعنى عنا الأمور. شاطر ما يموت يعني تلاقي إنه بيبقى وبيغير مواقف، وجزء من شطارته كيف بيرجع بيقدر يقلب الموقف، يعني زعرني يعني زعرني يعني. وبصير بينبسطوا مين أزعر أكثر من الثاني. وين عم تلتقي بالزعران؟ أنا ما بلتقي فيهم هون. لا عم بحكيك على صعيد مسؤولين. نحن كزعران على صعيد بروح المصلبية بتلخصنا، نحن مصلبية إذا معك سيارة بتلخص العلاقات، يعني بتعفي على المنخار بصير يقربوا هيك، إنه المهم تفوتي أول الضوء أو أول جزء من سيارتك الأمامة قدامه، فيك تضلك واقفة هيك نص ما بتطلعي فيه، مش تقولي يعني إنه توفق فيه زي ما بنقول كلمات مثل إنه عرفت كيف إنه قرطه يعني. وصل فات وقف هيك وقف له هيك. هيدي يعني نموذج عن نحن كيف يعني كيف. وإذا غلطت مرقت شخص بيمرق المجتمع كله، إذا شي مرة كنت على مفترض طرق مرقت واحد، إذا في وراء مية بدون يمرق المية، بالنادر ما يعني واحد من المية يوقف لك يعود بالدور يلاحظ أنك وقفته. هاي مبادرات فردية متروكة هيك على حرية العالم كان. لا. يعني بدون بوليس سير أو إشارة بتطلع المبادرات الفردية هيك عنا يعني.
طيب نحن اليوم على أي مصلبية واقفين؟ يعني عرفت شو قصدي بالأزعر؟ يعني أنه ما لا بيطيق النظام ولا بيطيق لا بيطيق حدا، يعني إذا بترجع له ما بيطيق القعدة كفئة بالنسبة له مش موجودة، والقعدة كمان ما بيطيق، مش بيوجع له راسه القعدة، مين حاطه لأنه يعني بنفس الوقت بس زي بيسب لك الدولة والشعب، هو ذاته المواطنة إنه وين الدولة، بس تجي لتعمل لها مشروع الدولة بيشبه مشاريع المفترض تعملها الدولة، بصير طبعا انه شو ليك من الدولة هلا انه بده يمشوا الانهم بالقوة انه يروحوا يضبطوا هاي قبل ما يبلشوا فيها. طيب والحق على مين هون انه بتسلط الزعلان هون على الناس؟ وين الناس؟ لو هي مبينة من الزعلان يعني ما بتكون هالقد معقدة البلاد يعني ما يعني انه لحتى لي هلا في كل كيف كل انسان بيعبر بطريقة، عم بقول لك انا عم بحكي بطريقة هاي طريقتي يعني. عملنا مسرحيتين اعتبروا الناس اخر شيء انه عم نسب الناس نحن، ايه عم نسب الناس لانه بس تيأس تسب الناس، يعني بس تسب الناس انك هاي دليل انه ما بقى في مجال لشيء لانه هن الامل عاده. شو طالب منهم للناس اليوم؟ مش طالب شيء، ما لسه لا اليوم يوم أنا. انت كمواطن وهلا من شوي قلت انا بكل مسرحيتي بكل كلماتي طالب شيء من الناس، كان لبنان هو همنا. هلا من شوي قلت بس تجي تقفل الموضوع عموما رح اقول لك شو الحل بعدني اذا بتقوله 100 مره في حال كل شيء له حال بالعالم. تمام. لأنه ليش هالدوران برأيك من الناس من القيم من يعني الأحزاب بالحلقة المفرغة ذاتها؟ مين قال إنه نحن بوضع إنه نتحمل شيء اسمه ديمقراطية؟ هاي قبل ما حدا يحدد شو الديمقراطية مزبوط أساسا ما إلها كلمة نهائية تحديدا بالعالم. إذا بتفوتي عليها اليوم على إنترنت مثلا تقولي ديمقراطية بتشوفي شو في عنا تحديدات بالعالم ما كتير بتشبه بعضها تحديدات، وما في شيء نهائي انه الديمقراطية قال كذا كذا كذا. ديمقراطيتنا شو بتشبه؟ مين بنشبه؟ هذه ما في، هي اقوى وحده بالعالم يعني اكثر نسبه من الحريه فيها هي، وبنفس الوقت فيك تكوني اكثر نسبه من الفوضى التامه اللي فيها تؤدي لديكتاتوريه على البعض بسبب حريه البعض. يعني اذا واحد طلع حر كثير بسبب الديمقراطيه وموقعه بيسمح انه بيلغي حريات الباقيين حسب وين موقعه. رئيس الحص بيقول في كتير من الحرية وقليل من الديمقراطية. صحيح. كيف بتترجم قوله هذا؟ يعني عم بتعبر عنه بالوصف اللي وصفته من شوي؟ صحيح، هذا هو اللي عم جرب لي انه فيها توصل لانه ما في حدا، ما في بلد حر قدنا. نحن معتقدين انما وين من الديمقراطيين؟ تعتبر حالك ديمقراطي زياد؟ اطلاقا لا، ومش مع ديمقراطية. ماليش عم بلك بعدين بلك شو الحل قايله كذا مرة يعني على المسرح وبالإعلام. طيب هالناس كلها عم تدور هيك دوران بحلقة مفرغة زيتها ومن فترة طويلة، مين عم بيحرك الناس لتبرم هيك بهالشكل؟ مين المخرج؟ مين المخرج وشو هو المخرج بالتالي؟ من المخرج ما بعرف، ما بآمن دائما انه في مخرج واحد لهيك امور. انه هلا البلد بيتحرك طبعا في قوة بتأثر عليه اكثر من قوة، بس انه في اوقات يعني عندهم قابلية العالم يتحركوا بدون ما يكون هالقد بدك تحركي فيهم. يعني في نسبة قبول لتحرك بعض القصص عند الناس، خاصة من موضوع المذهبي والطائفي اللي قلنا يعني اذا فينا ما نحكي عنه بكل مية لانه بده ما فينا ما نمرق عليه. طيب بس بده بالنهاية شغلي وحده، هذا شغلي وحده يعني. نعم. الموجود يعني السوسي هاي موجودة، ما بده مين كتير يعني. طالما قلت عن هالسوسي موجودة، قبل نداء او بيان بتركي مثل ما بتريد تسميه سميه، كان هداك تحركات مسيحية اذا صح التعبير، والبعض اعتبرها فشة خلق او فورة مسيحية تعبير للرئيس الأسبق العائد أيضا الشيخ أمين جميل. هيدا بنظرك هالتحرك هيدا وهالفورة هالفشة الخلق من بعد كبت، هل كان هالتحرك ضد سوريا أو ضد السلطة أو اثنين سوا؟ وليش مثلا هالسلطة الحالية ومع سوريا بده يكونوا هن المسؤولين عما قالت إليه الأمور، أما المشاكل يا ترى هيدي متراكمة 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 من سنين؟ لا هذا شيء ما منه جديد يعني هذا شيء بالمجتمع اللي بسموه مجتمع مسيحي بعده هيك اسمه، يعني ما صار مزبوط لانه البلد رجعت تشبه نوعا ما قبل الحرب، بعد ما رجعت تشبه حتى قبل الحرب ما كانت هي نعيمة، يعني لانه لو كانت نعيمة ما كان صار هيك. بس انه حتى مع بعد ما قدرت ترجع تشبه اول الحرب حتى يعني قبل الحرب بغير بدايته.
شو بيمحي هالتراكمات؟ أنا ما فهمت تقول إيه متراكمين هون، هون متراكمين. هالتحركات يعني كانت تراكمات نتيجة تراكمات. عرفت بالصدفة يعني إنه قديش مثلاً بينشر الجيش اللبناني كم عنصر؟ إذا في مباراة كرة سلة نهائية بين لنقول الحكمة والرياضة، مش طبعاً بمحيط الملعب اللي عم بيصير فيها، لأن العدد ما بده، الملعب ما بده هالعدد، يمكن ما تصدق العدد 4000 عنصر وصلت يعني بأيام. لا طبعاً هول بيكونوا مش بيعملك بمحيط، يعني هول بيكونوا على مفاصل بالعاصمة، ممكن جاوب مع كرة السلة بشكل ما بيشبه كرة السلة، يعني ما معروف لهم الودة. يعني عم بقلك انه مثلا انا هذا الشيء اللي شفناه مؤخرا هلا بذكرى اغتيال بشير جميل مثلا، انا ما فاجأني ابدا، انا بعتبر هذا ماشي متواصل، بس يمكن السنة بجو عام شيء صاير قبله قبله قبله، حسوا بعض الناس انه هيك عندهم حرية تحرك اكتر. هول مش هلا خلقوا، يعني هول الناس موجودين، وفي منهم يعني في ناس مستسهلين يعني بشيء اسمه القوات اللبنانية. هذا تنظيم يعني أخذ وقت واشتغل بين الناس ونظم حاله موجود، يعني ليش الواحد بده في ناس بينقذوا كانوا شيء جديد هذا، يعني أنا برأيي ما عم بقلك يعني. بس التحرك بالطريقة جديدة السنة برأيك كان ضد مين؟ ضد السلطة، ضد سوريا؟ كل واحد يعني هو صراحة ما بنعرف ليش يعني الأخ وليد جنبلاط افتتح هيك النوع من بناس اعتبروه شيء إنجاز عمله، يعني ما بعرف شو هو هالإنجاز اللي عمله، إنه يعني حكي بلهجة مفاجأة بفترة اللي قبل الانتخابات، إلا حق دغري الواحد إذا واحد شوي هيك أزعر على لبناني يعني يقول طب شو مش بريء، يعني إذا بدي يقول شو إنه ليش هلأ هاي، ما بنعرف يعني. هلا في ناس بيقولوا لا ما لها دخل لا بالحملة الانتخابية، حكمه هالنقد البناء هلا ثائبت في وراها انتخابات، انا بشك بذلك. الانفتاح صوب الغير صوب الفريق الثاني، وعفى الله عما ارتكب، وفكره انه يعني بيقدر يضبط هيك شغله عند الحدود اللي هو حكي فيها مثلا، او بتشجع انه لا ما بتنضبط بالحد يعني، او انه هو حب يكون سباق بشيء يعني، أو عنده طبعا الإمكانية أكثر من غيره يحكي هيك. شو علاقة طروحات وليد جملات واللي صار بالتالي بالشارع؟ أنا بصور هذه الأشياء ما بتطلع هيك مع ناس يعني لو غير شخص حكي هيك مستكيد بحس إنه ممكن طلعت معه هو فعلا، مش بالضرورة هلا يعني أيام الانتخابات، بس في بعض الأشخاص بس يحكوا هيك بشك إنه تكون فعلا طالعة معهم، و هلا افكاره رايحين فيها للاخير يعني. وين بيوصلوا خاصة فيها؟ زعيمات تقليدية مثل وليد جنبلاط. وين بتوصل؟ هول عندهم علاقات قوية بالكل، يعني باللي عم بيحكوا عنهم، باللي عم بينتقدون، باللي بيتحالفوا معهم، باللي ما بيتحالفوا معهم، يعني بيبقوا فاتحين كثير على كل شيء، يعني هول بيشتغلوا مضبوط سياسي. على فكرة شغل السياسي كمان شغل بالنسبة لي عموما وصيخ. يعني انه اللي بيقول لك عم بيشتغل سياسي ما برأيش مش هيك، يعني عندنا مفهوم احنا السياسي كمان خاص شوي، يعني انه في واحد بيروح على مكتب بيشتغل في هذا، شو بيعمل بالضبط؟ انه السياسي غير انك تكوني عم تناضلي مع الناس او عم يعني ما بتشبهها الشغلتين، انه العمل السياسي مع الناس غير بس رجال سياسي يقول لك عم بيشتغلوا سياسي، عرفتي؟ وعلاقات واجتماعات وخبرين من هون وخبرين تحالفات وتفك تحالفات عدد دقائق. طيب بين العمل السياسي يعني الوسط والنظيف ما بتشبه الأخلاق كتير هذه هالأشغال كلها، ما في أخلاق فيها أساسا، وبتتجلى بذروتها بمرحلة مثلا فيها انتخابات بتلاقي آخر تكي واحد نط من لايحة لعكسها. كيف فيك تفرق أو توصف العمل السياسي النظيف والعمل السياسي الوسخ؟ كيف بتعرف عن العمل السياسي النظيف؟ هو عمل سياسي بيساهموا فيه العالم عادة، مش يعني مش أفراد بس، بنقرأ لهم تصاريحهم كل يوم وبنلاقيهم اجتمعوا ببعضهم ورجعوا تحالفوا وغيروا فكوا كانوا عند فلان وعلى أساره صرحوا هيك، يعني مش عمل مكاتب السياسة.
عمل مكاتب السياسة، هذا العمل عمل, عمل عمل بين الناس يعني، عمل شارع سيارة. كيف بيتعبر عنه هذا رأي الناس؟ كيف بيتعبر عنه؟ ما بقى عنا منه شيء. العمل السياسي النظيف رأي يعني الناس من نص الحرب وبالرايح هذا شبه وقف يعني، إلا بحالات نادرة يعني. زياد كنت عم قلك التحركات اللي شهدها الشارع، ذكرت قديس الشيخ بشير الجميل، وسألتك انه ضد مين كانت موجهة هالأمور. بحب هون ركز شوي معك انه زياد الرحباني هو من الفئة وبموقع او هالفئة يعني اللي ما بتنافق على سوريا ولا بتمالئها. فاليوم زياد الرحباني اللي هو من هالموقع هيدا ومن هالفئة هيدي، شو بيقول لسوريا وهي على لسان صارت كل واحد بلبنان؟ شو بتقلها انت اليوم هالصريح؟ شو بتقلها؟ اي رسالة بتوجه لها؟ ما عندي اي شيء الا يا سوريا، مش لانه هلأ طلع عبارهم العالم يصير طاقي طبار ومين شو بعد عنده جملة لسوريا، يعني ما عندي شيء جديد تقوله لسوريا. ليش عم يتباروا العالم فأسا؟ شو عرفني هذا، ما هو نحن بنقلد بعض عموما، انه واحد زد عدوى. يعني صف هلا فتلة جديدة هلا. لوين بتوصل هي؟ شو بدهم منها؟ لوين بدهم يوصلوها؟ ما بتوصل لمحل، بتوصل لتشنجات طائفية طلعت. يعني لأنه في ناس بس رح يحكوا هيك، في ناس صرت تعرف شو بده يجيبون هذيك الناس يعني. زياد لنعمل بريك هيك مع مفردات كلمات بحب أعرف معانيها بالنسبة إلك، شو ممكن تكون؟ بيتردد اليوم، وإذا بتاخد جريدة أو بتفتح إذاعة أو تلفزيون أو غيره، يمكن إذا بك تعمل إحصاء تطلع كلمة ثقة من آلي مدري كم مرة. شو ثقة يعني المكررة كل يوم مدري كم مرة بالنسبة لزياد الرحباني؟ ثقة يعني شو؟ ما عندي يعني، ما مفكر شو معقول اللي قاعد فيه يعني. انت يمكن شايفتيها باطار ما عم بقدر اشوفه زيته، انه شيء من البديل يكون في ثقه انت برايك. لشو تكراره يعني؟ لشو تكراره جايب جمله يعني بدنا حكومه توحي بالثقه، بدنا اداره توحي بالثقه، بدنا اشخاص يمثلوا يوحوا بالثقه، بدنا ثقه ثقه ثقه. هو اللي بيحب الثقه اجوا كله هاو هني. طيب حوار اليوم الكل عم يدعي حوار، تعالوا نتحاور، حوار حوار حوار، هيدا حوار شو بالنسبه لزياد الرحباني؟ كلمة حوار المتكررة أيضا وين ما كان. عن شو يعني بس يقولوا نتحاور يعني معتبرين في مشكلة؟ البعض بيقول الأزمة اليوم والتراشق الحاصل اليوم ما بيحلوا إلا حوار. أي نوع تراشق بين الحكومة اللي ممكن تجي وبين الحكومة الحالية يعني؟ مثلا من ميلي ومن ميلي تاني تراشق مذهبي وطائفي، ومن ميلي تالتي تراشق على نداء بكركي وطبعا دار الطائف يعني سنة شو قالوا وغيره شو قالوا. حوار بين الأديان ما بيقدروا يعملوا مجموعة رجال دين عندنا إنه تؤمن بالحوار. رجال دين عندنا كمان بس يعني نص نشرات الأخبار لقلهم كمان هون، كيف بدهم يعملوا حوار؟ شو عندهم حوار روحي يعني؟ شو بدهم يوحدوا الأديان؟ صعب كتير إنه أي نوع حوار بدهم يعملوا. مش فهمان إنه عم يدعوا لأي حوار. ما أنا من وقت ما بلشت الحرب عم بيقولوا هيك. لا يدفنوا مثلا، لا يدفنوا المواضيع اللي ممكن ما إلى حل، تعالوا نتحاور وبتطلع لجنة. شو بدهم يعملوا؟ بدهم يغيروا شو النظام اللبناني الطائفي؟ اوكي يا ريت يكون الحوار بهالاتجاه، بس هذا بعيد مفهوم. هلا انا بقدر ارجع عدلك، اذا المسيحي طالب بالغاء طائفي او بعلمانية، شو راح يجاوبوا المسلم؟ شو راح يرجع يجاوبوا المسيحي؟ صرنا حافظينها. طيب وفاق كم مرة عم تسمع يعني قبل الطائف رجعت هالسيرة يعني صار لها من 77 بداية الحرب، رجعت قبل الطائف، طلع من الطائف، هلا رجع من مين اللي عم يحكي فيها عن جديد؟ وفاق طول النهار بيقولوا لك وفاق، حكومة وفاق وطني، الوفاق بين الناس، الوفاق الوفاق الوفاق. بس تقولي وفاق وتقولي انه بدك فيها يكونوا كلها اقطاب، معناتها هو الاقطاب هني خربين الدنيا، منشان هيك هني لازم يكونوا بالحكومة. انا برايي انه انا بعدني مشروع كيف تحالفوا كله فعلا، يعني بدي اقول كلمه يعني كيف رجعت كل العصابه مع بعضها كيف هيك، وتاني نهار بلشوا يعني تاني نهار. طيب مشاركه، البعض بيقول لك فلان استقال، هالفئه استقالت
قاطعت مثلا الانتخابات أو ما شاركت بالحكومة، اليوم الكل بده مشاركة لتصحيح الأحوال. شو المشاركة بالنسبة لك؟ أنا عن الزعران، حاطت هيك كم نوت أنا مشان أجرب ما ينسى شيء الواحد، أنه يعني نحن خرجنا اللي طلعوا لنا، هذا اللي بدي أقلك. خرجنا اللي طلعوا لنا، خرجنا هلا مش خرج اللي ما صوت، بس هل أكثر من الناس اللي صوتت جابت هالناس، اللي ما هو مسؤول. مزبوط. ليش اللي قاطع كان قادر يغير الحال؟ لا أنا بدي أقلك اللي قاطع كان عنده لائحة زعران تاني، مش إنه كان رايح يصوت لملائكة يعني، هو أو بعيد الشر يعني استغفر الله أو لقديسين، كان عنده غير لائحة زعران مقررين يقاطعوا هلا، مش إنه هو ما كسب شيء ولا اللي طلعوا له هون رح يكسبوا شيء. يعني أنا بدي أحكيكي نوعا ما، إذا في فاصل بحب أحكيكي إنه عن شيء كيف نتصور الأيام اللي ناطرتنا. نعم بس هيك. قبل ما نتصور الأيام بدي أكمل لك هالكلمات وعلي سامع المثل بيقول، يعني في ناس كتير مش سامعينه، إنه اللي طلع الحمار على الميدنة ينزله، هو ينزله يعني ناقصه هو بين اللي هيدي يتبع هي تفسير هال تفسير هاي عنوان كذا شهر اللي جايين. نعم. بالنسبة لك تعايش، صيغة، إحباط، كبت، فشة خلق، كل هودي شو هالكلمات هالمفردات من وين جايين وليش عم يترددوا بهالإنية؟ صراحة ما بقولك ما بفكر به ولا واحدة منهم، بفكر أكتر شيء بالحد الأدنى، يعني كلمة الحد الأدنى، القيمة الشرائية هيك يعني فعلا فكر بها الأخبار يعني مثلا أكتر شيء بقرأ للوزير جورج أورم ظالم أو مظلوم هالوزير؟ لا أكيد مظلوم، يعني استفادوا مرة من خبرية أنه مرض شوي وراح ركبوا له 100,000 خبرية في بداية العهد يعني. إنما بعتقد أنه زلمة، بعتقد أنه حتى أن بعض أكيب الناس اللي بتشتغل معه أنه زلمة بمجاله بيعرف، هلا في ناس ما بتحبه شيء تاني، في ناس ما بتطيقه خالص بدليل انه بيعرف يعني يعني السكسيون اللي قال عليه بالرئيس الحريري طبعا مش عطيق واحد بيعرف الاقتصاد ملتزمينه بالانتقادات يعني. ايه يعني ايه طبعا. زياد قلت انه التاريخ عندنا هلا واقف وايام الحرب احسن واقف، يعني طبعا اذا واقف يعني عم يرجع لورا بالتاريخ، بس توقف يعني عم اللي بيوقف ما وما بيقدم لقدام يعني رجوع الى الوراء. مزبوط، لانه غيره ماشي يعني مش استقرار. لا اطلاق، واقف مش استقرار، يعني جمود، يعني زهق، يعني عودي الى الوراء. مش زهق، ما راح يخلوك تزهق يعني. عودي الى الوراء، عبى برنامج اللبناني يوم عن يوم اخبار جديده. عودي الى الوراء لنوصل لوين؟ الوراء ورانا في كتير أمور منها بشع منها حلو. نحن واقفين بس نحن منصير ورا بالنسبة للعالم وين ماشي يعني، بنبقى مطرح من احنا. خلينا نعمل بريك مع مارون، وبحب خبرك زياد انه عنا كتير اتصالات مسجلة وعنا كتير أسئلة، بدك تسمع كم سؤال عينات من الأسئلة المسجلة على 1485 قبل ما ينضم لنا بعد كم دقيقة الضيف اللي قلنا عنه موجود وما سميناه منوي. بدك نسمع؟ نسمع كم اتصال تسجلوا على 1485. عسالي من مواطن متذوق للفن الجيد للاستاذ زياد الرحباني. لا شك انه زياد الرحباني يعد من اهم الموسيقيين اللبنانيين والعرب، يمكن القول والعرب. لا شك انه زياد الرحباني من اهم المسرحيين في المنطقة، ونحن متعطشين لفن زياد الرحباني، وزياد الرحباني عم يتداخل على جمهوره، ركض الجمهور كله سوا تياخد شيء من زياد بفيروز مع زياد ببيت الدين، ومتعطش يشوف أكثر ليش زياد الرحباني عم يتداخل على جمهوره. شكرا. صوت لبنان بونجور. رسالتي موجهة لمدام وردي في برنامج المجالس الأمانات ليوم الأحد الجاي مع الأستاذ الكبير زياد الرحباني. مش الهدف أني أطلع على الهواء أو ينسى مع صوتي، مش الهدف، بس أتمنى على القليل الأستاذ زياد يسمعني. يعني هالاحتجاب وأنا بفهم أسبابه، لأنه سمعنا كتير سواء كانت عاطفية، نفسية، فقدان أهل أصدقاء، تعب صحي، ما كلنا مارين بهالاشياء وكلنا عايشينها وبدنا نستمر
بالمر بالحلب من السمك. في شغلة بدي أقولها، بس في شغلة نحن ما عنا إياها. أستاذ زياد عنده حب الناس، قليل حب الناس، مش أنا اللي بدي أفسر شي يعني. بتمنى عليك إنه هالاحتجاب بلي، يعني بتمنى من كل قلبي. بتمنى صوتي يوصلات، وتحياتي لكم. أول شيء بحب وجه تحية علي للرفيق زياد الرحباني، وبدي أسأله شو رأيه بوضع الحزب الشيوعي بالوقت الحاضر، وشو بنظره الحل؟ أستاذ زياد، بحب نسألك عن الوضع الموسيقي اللي فيه تشابه كتير بالوضع السياسي بالبلد، الفساد ذاته. مثلا الأوركسترا مسمات وطنية، السيمفونية المسمات وطنية للدولة عم بتقوم على إنشائها، واللي بتبلغ ميزانيتها $1.5 مليون، وهيدي أعلى ميزانية لأوركسترا موجودة بالعالم. هالأوركسترا بتضم بعديدة أكثر من 85% من أجانب، من موسيقيين يوغوسلاف وبلغار وبولندية وغيره وغيره. ومش مثل ما عم بيحكي دايما رئيس الدكتور وليد غلمية بالإذاعات على الطريقة السياسية اللبنانية، انه عديدة نص بنص. بالعكس، هو لان هو عم يحتسب الارمن اللي فيها، اللي جايبهم من ارمينيا عم يحتسبهم لبنانية، وهن بعد ما تجنسوا حتى اليوم. ما كان اجدب الدولة لو تعمل مثل ما عملت ملكة نور بالاردن، تجيب 4 على 5 اساتذة اجانب يدربوا الشباب وينشئوا اوركسترا بخلال 2 سنين. شفناها الاوركسترا السيمفونية الاردنية بأصل يونسكو هيدي السنة عفوا. او مثل ما عملت سوريا، تجيب اساتذة من الاتحاد السوفيتي وتدربهم. زياد، عن البخل والغياب شو بدك تقول للي سألوا؟ يعني لسوء الحظ، يعني هذا تأكيد على الشيء اللي انا يعني ما بدنا نضيع عليه وقت، بس اللي بدي لك انه هذا بيأكد انه العالم ما عم تسمع شيء من اللي عم نشتغله متواصل، انه العالم بده بس كل شيء له علاقه بالحكي. من هيك يعني اذا بدك نبقى من وقت لوقت نعمل مقابلات، لانه اذا بتعرفي بيغني هيدا عن الاعمال. اذا بتعرفي يعني شيء مؤسف هو انه في بعض المقابلات صارت على التلفزيون بايعه اكثر من مسرحيات عند العالم. يعني العالم بده الحكي بس، انه عم نشتغل متواصل قد ما فينا، قد ما في يعني طلب على موسيقى وعم نشتغل. بس انه هلا اذا ما لحنا لشخص من اللي بيشوفوه كل يوم بكل المجلات وبيطلع عنده كل يوم كليبات وعامل كونتراتات كمان حصريه واغاني، عم نشتغل ومش غايبين. يعني انا ممنون انه مشغول فكرة علي، بس مش عم نشتغل بحالي ابدا. بحب خبركم انه كتير وضعفان وبيجنن زياد وكتير يعني متحلي يعني متحلي. يعني مشتغل انا بس 2 سنين قد ما مشتغل بكذا سنة يعني. بس انه مش كلها اعمال، انه عبالك يعني بدل انه بدهم حكي. يعني اذا ما شافوا شيء على المسرح او هلا ومؤخرا صار اذا بتعملي مقابلة في واحد قال لي بليلك يا مسرحية اذا لقد بتعذبك طلع عمول مقابلة كل الوقت، يعني انه عم تسلوا. اما عن الحزب الشيوعي فلنا عوده لهالسؤال خلال اسئلتنا. لا تعليق. مين بحل ازمه الحزب الشيوعي برايك؟ جورج حاوي، زياد الرحباني، المعارضين؟ مش انا مش حزبي يعني، انا لان قال لك الرفيق زياد. ايه هلا انا رفيق اكيد له، هلا ما بعرفه سلام مين ما كان. اي رفيق شيوعي بكون رفيق هون وبكوبا. بس لا تعليق على الموضوع، لانه ماني فايت بإخبار وشو عم يصير معهم الجماعة. يعني بتعتبر حال الحزب الشيوعي مثل حال بقية الأحزاب يعني؟ إنه كان بعد فيه هول الأحزاب طولوا يعني، لا صار فيه هناك بس صمدوا والله. الوضع الموسيقي، شخص موسيقي هيئته حكي معه حق 100%، بس أنا بأكد له إنه المسؤولين عن هالفرقة ما عندهم أعصاب ينطروا، لأنه بكل الدول العربية، العراق يعني قبل ما انضرب العراق كان عنده كمان من أهم أوركسترات سيمفونية. عادة تتعاقد الدولة يعني بهذه التبادلات سائفية، يعني كانت معظمها بالعالم العربي تصير مع الدول الاشتراكية سابقا، يعني المعسكر الاشتراكي، بيجيبوا أساتذة على آلات هن ما عندهم حدا بيعلمها وموجودة بالأوركسترا السيمفونية، وبيصيروا يدربوا تلاميذ. بس هي بتاخد 2 سنين بها التلاميذ وبيساهموا معهم هن بس يعزفوا سوا يعني، وبتصير تنزل مع الوقت نسبة الأجانب الفرقة. بس ما بيجيبون بشكل يعني امبورت، يعني واحد مستورد ناس ما عادهم ببيوت، لانه مش قادر يصبر على هالمنظر تبع واحد واقف عم بيدير 100 بده اياها تصير على ايامه.
انه في شخص اسمه صلح الوادي بسوريا له يعني. كنت انا عمري 14 سنة شفته، كانت الفرقة اللي عم يدربها نصها روس ويوغوسلاف ونصها اكتر من نصها حتى سوريين تلاميذ لهالجماعة. يعني اليوم صار نسبة الاجانب بهالفرقة شيء لا يذكر يعني. نعم. بعد فيها كم عنصر يعني، والباقي كله ناس ولاد البلد. ولاد البلد. نعم. هذا المضبوط. فرسالة طرحه يعني كثير مضبوط. رسالة للأستاذ وليد غلمية. وبعتقد ما رح تكفي يعني على جهوده. بعتقد ما رح فيها تكفي بسهولة الفرقة، لأنه مرصد لها مصاري ما بعرف من مين. بشك إنه هذه الحكومة الحالية تقدر تحط هالقد على هيك موضوع بالنهاية ببلدنا كمالي هو. يعني هو بالعالم مش كمالي. وبكل العالم هذه القصص الأوركسترات بهالحجم تدعمها دول عادة، مش شغلة مربحة أبدا. نعم. بتدعمها بلديات، بتدعمها بيبقى عندها مخصصات لتعمل نشاطات مرجعيات سياسية كمان بركة. هذه مدري مين مخصص لها مبلغ وقدروا صابر، بس مش حيقدروا يكفوا عليه لأنه فعلا مكلفة. زياد، قبل ما نتابع بهموم الوطن، المجتمع، الشباب، المستقبل، الهجرة، طالما حكينا موسيقى وهيك، بتحب نمرق هيك بريك صغير موسيقى؟ مثلا فيروز الأمس وفيروز بيت الدين، شو تغير؟ نجحتوا ببيت الدين لأنه فيروز عطيتك حرية التصرف، وشو عم بتحضر جديد لفيروز؟ عم نحضر أسطوانة فيها 9 أغاني جديد لفيروز. 9 أغاني جديد جديد غنت منهم 3 ببيت الدين. هل عنده مارون شقفي من جديد من بيت الدين؟ عنده وحدة يمكن نسمع عيني. مش هذه هي اللي عم يمر. مش من ضمن اسمها تنذكر ما تنعاد، مش مهم هلا بنسمعها بعدين. نسمع بعدين بس بحط اللي بده اياه. نعم. بس برأيك نجحته ببيت الدين لأنه فيروز عطيتك حرية التصرف؟ لا، لأنه كانوا الموسيقيين منيح، ولأنه إنه فيروز شوي حضرت لها الحفلة منيح يعني، كان صار لها فترة بتقعد تحضر لها يعني. انه مثلا قعدت رجعت حفظت كمية كلمات، شيء هذا ما بتطيقه. الاغاني هي يعني غنيتهم للرحابني يعني حفظ يعني، وكانت عم تبلش تبحث اول ما مضيت العقد كيف بدها تحط الكلمات بطريقة ما تشوه المنظر يعني. انه بتحطهم مثل على ستاند يعني. منين انتهت انه ما حطت ستاند خالص يعني، علما بأنه كل حفلات اللي عم تعملون من كذا سنة دائما بيكون عندها ستاند عليه كلمات الأغاني يعني طلق من هون. فقدرت غيبت هول يعني. لأنه معك؟ لا أنا ما شو عارف. لأنه هي قررت تعمل هيك. هو قررت، حست أنه يمكن، وخاصة بس سمعت الفرقة مجتمع كيف بده يعني. أجوا المصريين من كذا محل، بس ما أجوا يعملوا أوركسترا سيمفونية، أجوا بدعوة لليلتين وراحوا يعني. نعم. وكان معهم لبنانيين. زياد، لا شك كل الناس لاحظوا هالانسجام الكبير بينك وبين فيروز ببيت الدين. يعني كان في انسجام، حسينا فيروز جديدة هيك أطلت على الناس. هي مش جديدة يعني، هي فيروز الكبيرة الست، بس كان في شيء جديد. شو هو؟ شو اللي كان؟ صدقيني يعني أكثر من نص الريبرتوار هو أشياء موجودة ومكتوبة ودقتها فيروز، بس مع غير عازفين. نعم. يعني هذه شغلة مجموع، عمل مجموع بالنهاية. نعم. عمل مش بس مجموع بينتهي عند اللي عم بيعزفوا على المسرح، بيكفي مع مين عم بيعمل الصوت تحت، وكيف واصل الصوت للناس، ومين عرفت كيف مين عم بيقيد الأوركسترا. يعني فعلا في شخص قيد الأوركسترا مميز جدا مش يعني، فهمين كلمة من اللي عم بتقوله، بس كان كتير أرمني يعني. نعم. هو قائد فرقة يريفان السيمفونية، كان عم بإيده مثل كأنه فهمان كل شيء، لأنه بتعامل بالنهاية مع الموسيقى. أوقات يسأل هون شو عم تردد يعني، خاصة بس يمرق كلمة أنه عم ترددها كثير مثلا. يسأل أنه شو اللي عم تقوله بالضبط. طيب، والتجني اللي صار من بعد كل حفلة، بيصير فيه تجني وتعليقات إيجابية وسلبية، خلينا نحكيهم بكل صراحتهم. اللي قال في بلاي باك، اللي قال كيف فيروز بتغني هيك كلمات وهيك أغاني، لكل هالناس شو بيقول زياد الرحباني؟ بكرة بتنزل الحفلة بيشوفوا كم صفرة فيها وكيف بتزيح أوقات على الميكروفون، بيعرفوا إنه إذا بلاي باك ما بيترك الصفير على القليل الواحد. إلا إذا في ناس بيعتقدوا إنه عم حط صفير أصلا نقلد البلاي باك كثير، الله جبرنا يعني.
بعدين البلاي باك بتلاحظ بساعته يعني دغري بتلاحظ الواحد عم يعمل بلاي باك. نعم. وعن الكلمات والاغنيات البعض قال كيف واحد بيقدر يعمل ايده هيك وتنزل قائد اوركسترا؟ شو بدك فيروز بمقطع موسيقي قبل ما تغني فيروز وتنزل معه الشريط مزبوط؟ كيف انه معقوله ضرب 36 غنيه؟ لانه بركي بقلبك كان في بلاي باك وكان في شيف اوركسترا لكن في شيف اوركسترا كان عم ياس بس كان كانوا قاعدين مزاوي مش ملفتين يعني يعني ما كانوا ملفتين هو اللي واقفين قدامك وما في غيرهم يعني كانوا من ضمن إطار ديكور فقط ومغطيين تغطاية وما عليهم ضوء كتير وبالطريقة أنك ما بتقدر تتابع شو عم يصير هناك يعني. نعم. لا هون كانوا كله واضح قدامك أنه في فرقة بس على المسرح هناك يعني ما تنسي كان في ممثلين وراقصين وكذا هني اللي بالواجهة ديك حاطينهم زي وحطولهم شيء قش بتذكر أو شيء كانوا اللي يفوتوا بالتاريخ نعم بالتاريخ اللي عم تحصل فيه أحداث المسرحية. نعم. انذكر ما تنعاد نشوفك بالأعياد عم نروي تجيب ولاد بس انساني تنذكر ما تنعاد ويصيروا الاشياء بعاد في غيرك ناس جداد في شي تاني تنذكر وتنعاد زياد لا أنا بدي أقول لك تنذكر وتنعاد حفلاتكم سوا فيروز وأنت ونشوف المزيد المزيد من هيك إطلالات لأنه فعلا كان شيء متكامل وبكامل الانسجام بس بدي منك جواب أنه ليش كل ما فيروز قامت بعمل أو زياد أيضا قام بعمل بتتعرضوا للانتقادات هيك بتهبط عليكم الانتقادات السلبية يعني ليه؟ من محبة محبينكم كتار هذه المحبة بتعمل هيك الشيء شو تقول لهالناس يا أهلا بعد خليه شوي بعد سيربريز سؤالي إلك كيف أحوالك المادية بالأيام أحسن يعني مش لازم يكون في شيء مسرحية لإنقاذ الوضع صح شو بالضبط ما في غير هيك بينزل الوضع أي متى ممكن تكون متوقع أنه السنة بالشتوية سني بهشت فيه من الله راد في عنوان صار في معالم لا مبنية على أي مواضيع عم نجرب أنه نسترجي شي مرة نعمل شي منه عن الوضع كليا يعني عن وضع واحد مثلا هو عائلته ما قاله دخل بالبلد كله وهيك يعني بنقني الواحد قبل ما ياخذ هيك قرار بس خاصة بتوقعات الناس دايما أنه خبر يعني أنه بدنا تخبرنا شو عارف شو في بكرة شو بركي صديقنا صباح الخير نجاح وكيم منه شبح ولا من الأشباح قلنا لكم إله عم بيتابعنا هيك بإصغاء موفق بالميكروفون أكتر مني هذا مضروبة اللي قدامي ليه فضل أو قربه هو نجاح وكيم صباح الخير صباح النور ما اشتقنا لك وما رح نشتق لك ولمن بتكون برات البرلمان ما رح نشتق لك لأنه نجاح وكيم وين ما كان يمكن تشتقي البرلمان رح نشتاق لوقفة نجاح وكيم بهالبرلمان وكلامه يعني ما فينا نشوف برلمان بدون شخص مثلك عنده ميزاتك وكلامك وصراحتك مهما كانوا كلماتك مع مين ضد مين في عندك على الأقل بتقول الشيء وبتعرف تعتذر عنه بعدين أو إذا كان في غلط بتعرف تصححه أو بتعرف تقول الأشياء مثل ما هي نجاح وكيم رح تبقى مع الناس اللي بحبوك مهما كانت الأيام وبأي موقع كنت إنما رأيك بيلي نحكى نحن وزياد لحد هلأ بشكل عام ممتاز ممتاز لأنه صادق يمكن في بعض الجزئيات بيختلف شوي أنا وزياد فيها بس بشكل عام اللي قاله كتير ممتاز لأنه كتير صادق نعم. وكتير بيعبر
عن واقع الحال يعني بتحكيان عن يحكي عن الزعران شيء حلو. نحن هون معودين على الكذب يعني كل شغلة بنخترع لها بنحاول نخترع لها جمل وكلمات هيك زواياها مدورة وبالآخر بيقول الواحد اشياء كتير بيطلع منه قايل شيء وأوقات بكلمة واحدة بيعبر عن اشياء كتير. يعني مثلا وقت اللي كان يحكي عن الزعران يمكن نستعمل تعبير الشبيحة مثلا لأنه جديد كمان بالحرب ما يحبه كتير بس هذا الواقع. طيب نجاح وكيم يوم الخميس بس عفوا تسمحي لي بس بشغلة قال سيد زياد انه ليه عم تقصد زور بالله بالجاكيت طيب بلاها عقل لا خلح جاكيته والقميص كمان طوال مش مثلك فكرتك معقول تجي انه بعدك رسمي منك سبور وقت اللي قال انه ما اقتنع بحيثيات موقفنا مش موقف نجاح وكيم موقف حركة الشعب بلا ترشيح ما بدي اشرح مش واحدة هي لازم في سبب رئيسي يعني بيختصر كل شيء. بهالانتخابات تسكرت المؤسسة على العصابة فصارنا مقتنعين لا إمكانية للتغيير من ضمن المؤسسة. فإذا بدي أقول للناس أنا ما عاد في إمكانية للتغيير من ضمن المؤسسة أول شيء بيقول لي أي واحد طيب حضرتك شو عم تعمل جوا؟ فنحن ما طلعنا أنا ما رحت على البرازيل أنا بعدني أنا وأصدقائي ورفاقي بحركة الشعب وخارج حركة الشعب بعدنا بلبنان وبعدنا بالسياسة ولكن نحن عم نقول كيف فينا نعمل برلمان في سياسة إذا كان المجتمع مسحوا فيه السياسة. خلينا نرجع على المجتمع نخلق سياسة. وفي تعليق صغير تاني وقت اللي كنت عم تحكي حضرتك عن السنية السياسية والدرزية السياسية وانه هلأ هاي استنفرت المسيحية السياسية ما تفكري هولي كليتهم موجودين ومحطوطين بالعلم. يعني مثل ما سنة 68 انعمل الحلف الثلاثي المسيحي واجتاح عقول الناس ومصالح الناس بالغرائز البعض كان مفكر انه العلة هي المسيحية السياسية وإذ كانت مخبية أو كانوا مخبيين هالإسلام السياسي كمان المتشنج بعلبة بلحظة ما الريموت كنترول طلعوا هلأ قلبوا القصة يعني ما في شيء تغير بلشوا بحلف ثلاثي إسلامي والمسيحية بين أوصين كليات يعني ما أنا بشوف ما قالون علاقة لا بمسيحية ولا بإسلام ولا بلوط كانوا مخبيين. اللي طلع الحلف الثلاثي المسيحي كان مهيئ وقت الحلف أو الغرائزية الإسلامية هلأ اللي طلع الحلف الثلاثي الإسلامي هو نفسه حرك هالغرائزية المسيحية وبالآخر حفلة الزجل ما بتصير بدون مجموعة رديدة بس بالآخر هيدي الحفلة. فاللي عم بينعمل هلأ هو الحفلة بس اللي بدي ضيفه في شيء اسمه كمان الوطنية اللبنانية كعصبية بين أوصين أرقى من كل هالعصبيات. الفرق الوحيد بينه وبين العصبيات الطوائفية والمذهبية إنه هديك كان في مين يطلعها هيدي لا تزال كامنة وهوني غياب أو ضعف المشروع الوطني القوى الوطنية اللي لازم تطلع هالعصبية اللي بدون ما تطلع هالعصبية لا يقضى على هالعصبيات القاتلة يلي شايفينها هلأ شيء مرعب. نعم بقدر أنا أقول شغلة بس لأن قال شغلي أنه ما في إمكانية تغيير من ضمن المؤسسة بدي أقول له أنه لحد هلأ شو غيروا اللي كانوا برات السلطة أو برات المؤسسة قدروا يغيروا؟ هوني كمان بقول لك مشكلة اللي كانوا برات السلطة برات المؤسسة أنه ما كانوا عم بيشوفوا قديش هالمؤسسة مسكرة على أصحابها. كان طموحهم يفوتوا باللعبة في حين انه نحن طموحنا نغير اللعبة. نعم تفضل زياد. اللي بتقوله انه هو عم يجرب بشكل دائم يعني من هذه بالنهاية اطباعه قناعات. نعم قلت لك هو بس طلع بمقابلة على التلفزيون كان عم بيجرب يشرح اسباب عدم الترشيح ويعني والغاء مشروع النيابة نعم كليا
جرب يقول بكل الطرق شغلي بيرددها دائما انه ما في انسان يعني ما تزعل مني يعني بتذكر بابو ملحم هالجمله. شو ابو ملحم انت بتعرف عنه طلعت اكثر مني. إيه. انه هو شخص خير كثير وبيصالح الناس بعضها وانه يمكن بالواقع اخباره غير هيك بمنطقته. مش انا قلت بالواقع. ايه لا انا بعرف انه خير وبس إيه لا على التلفزيون يعني كنا نشوف إيه. شو بدنا بالعالم بس انه عم بيستعملوا ابو ملحم للناس اللي بيوعظوا هيك وبيبينوا دائما انا يعني بس تقول انه الانسان بيخلق طيب وبعدين المجتمع والفيك مثل ما بتربيه بيطلع يا شرير يعني. يمكن انت قصدك مش الانسان اللبناني عموما الانسان بس انا ما اعتقد هذه البقعه من الارض هون صرت ما اعتقد يعني زمان عملنا في مسرحيه اسمها فيلم امريكي طويل في واحد من المرضى بيشك بالارض نفسها انه هيك هون الارض بتعطي اشارات وبتطلع ما بعرف سامع هالحوار سامع انه وصل لحدود الشك بانه ليش بيتغيروا الناس بس يجوا لهون انه الاجنبي بيكون عايش في بلد في نظامه معود على نظامه اذا قعد وطول ببيروت بيصير يعمل مثلنا اي واحد بيجي لهون بيصير يعمل مثلنا شو يعني معناتها انه في شيء هون يعني جربنا نقول هيك مش عم نثبتها علميا يعني اكيد مش عم نحكي بالعرق نحن بس انه قصدي انت عم تتلافى تواجه الناس بانه هن بيقدر يكون شعب عنده أكترية من المغلطين يعني انا بقول لك مش دائما الديمقراطيه مزبوطه ولا مبدا الاحصائيات على الطريقه الامريكانيه انه طلعت 1000 واحد بيطلع رايهم هيك بتطلع هاي الحقيقه يمكن توفقت بألف واحد سيقبوا هيك معقد كتير قصة الأحصى والديمقراطية بالعالم يعني طيب وكمان برد عليها هيدي إذا سمحت لي فضل لأن أنا بدي كمان علي انطلاقا من كلمة أنت ما بتعتقد إنه الناس هلأ خلصت الانتخابات وأنت كنت عم تتابعها مثل كأنها عم تصير ما بتعتقد في مناطق خزلت ناس خزلتها كيف هيك بالقناعات بتعتقد لا مش خزلة يعني حتى الدكتور سليم الحص اللي كتير لايق غير لايقته كرئيس وزارة مضطر الله هو عم بيعمل مؤتمر الصحفي انا ما صدقت شو عم بيقول انت بتعرفه غير تهذيبه الشخصي كانسان اللي اوقات زايد يعني بلحظات حرجة قال الضمائر 3 مرات الضمائر يعني الناس انه لسوء الحظ شراء الضمائر يعني استعملها اضطر يقولها ونقنق فيها 3 مرات انه اخر شيء عم بيحكي نفس اللي عم بقوله انا ايه بس تقول لك وين مختلف انا وياك والدكتور حص ايه بس لا يعني انتم ممكن ما بتقولوها بالطريقه نحن شعب مشكل سيدي لا مش شعب مشكل مشكل ونص هالشعب كما كل شعب بالعالم وقت اللي بيختار بين اشياء واقعيه موجوده قدامه على الارض ما بيختار بين اشياء بالارض واشياء بالسماء بده يختار شو عم يشوف اسمح لي هالناس شو المحطوط قدامهم كمشاريع حقيقية موجودة بالبلد الناس شايفين قدامهم مذاهب وطوائف وغرائز وعصبيات ما طلع جهة تطرح قدامهم جديا مشروع وطني وهون القوى السمية التقدمية العصرية الحديثة الوطنية البدكة ما عملت مشروع بأحسن أحوالها كانت تسجل موقف تاكل قتلة وتروح على البيت في حين انه مشروع وطني لبناني ولا مرة طلع بالبلد مشروع دولة حقيقية ولا مرة طلع بالبلد فالناس عم تختار بين الاشياء المتاحة قدامها هلأ بس تقول هيك للناس بفكر انه الواحد اذا اكل قتلي وراء البيت عفو. يعني لازم يوقف يعني. لا مش لازم يوقف انا عم بقول كيف منطور الموقف الى مشروع عمل يومي وهون يعني بقولك جد انه مثلا انا قعدت كتير انا والرئيس الحص وانا وفخامة رئيس الجمهورية العماد ابن لحم طيب انا بقول ومعلش بيعذروني اثنينهم انحياز الناس بالانتخابات ضدهم لانه هن افشلوا مشروع الدولة يعني اجوا لو انه مثل ما وعدوا الناس بالاول انه يا اخي هون في دولة وهنيك في طوائف هون في وطن وهنيك في عصبيات يا ناس اختاروا انا بقول انه الناس كانوا نفس الناس اللي صوتوا لعصبياتهم كانوا اختاروا الوطن والدولة ولكن خلال هالسنتين كأنه خلاصة الشيء اللي عملوه
هو فشل مشروع الدولة وفشل مشروع الوطن وفشل مشروع الإصلاح الاقتصادي وفشلت المحاسبة وفشلت وفشلت، كأنه كانوا عم يقولوا للناس إنه هذا مشروع فاشل، فراحوا الناس مرة أخرى يختاروا عصبياتهم بكل مضارة. مين المسؤول عن الفشل؟ المسؤول عن الفشل بالدرجة الأولى المستلم الحكم، يعني ساعة كان عم يحكي عن صديقنا الدكتور جورج إرم. أنا كمان بلومه لجورج إرم، يا أخي وقت اللي بكون مآمن بقناعات معينة، أنا وقت اللي بدي يكون بموضع سلطة يا بقدر بنفذها يا بستقيل، بس مش بضل بالسلطة وبنفذ مشروع آخر وبقول الحق مش علي. بتخلوني هون من الكواليس الحكومية يعني هون عفوا إذا سمحتي إيه؟ أنا بحمل المسؤولية لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة وللحكومة للأدوات التنفيذية برأيك. يعني معقولي ما يكون هالفشل؟ ما في قديش هالحكومة سحبت من رئيس من رصيد رئيس الجمهورية ستي، قدي ضل يدعمها ليحافظ ستي على هيبتها ومصداقيتها. مش الشعب هو المسؤول، في حكم متكامل في إله قياداته يلي هن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء. أنا ما عم بوزع مسؤوليات، هذا مسؤول أكتر أو هذا مسؤول أقل، بس في أداء أداء ما كان سليم. رئيس الحكومة سليم الحص، بس الأداء ما كان، هذا أداء الحكم كله كله مسؤول. فأنا بقول ما بيمشي، هم عم بقول لك ما بيمشي، مجموعة أوادم ما بتمشي مع شعب بده زعران يعني. بس بلش التطهير والإصلاح الإداري إيه؟ كان شيء منيح بالبداية إيه؟ فجأة اصطدم بشو كل الناس بتعرف، اصطدم بتدخل القوى السياسية اللي قاعد اللي بترفض انه يمد ايد على موظف، وقف الإصلاح. سيدي بقول لك شغلي، لأنه من الأول بلشوا ركاك، وأنا ما بدي أذكر أسماء هون أدخل بسجلات يعني بس هذا اللي صار. بس تقول لك شغلي، عم بقول لك إنه نحن بس تجي الدولة بدها تعمل شيء بتصفي أنت بتقوم لقيامة. يا سيدي الإصلاح ببلش بالإصلاح السياسي، وإن المواطن بيحس وقت اللي فيه واحد فوق القانون وواحد تحت القانون، الناس ما بيأمنوا إنه هيدي عدالة. وقت اللي دقوا بموظفين أنا برأيي مرتكبين أكيد. ولكن هودي كانوا عن يرتكبوا تحت سلطة أو تحت رعاية مسؤولين سياسيين أكبر منهم طبعا. وهوني أنا قلت له لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، مع احترامي لهم يعني بدون هيدي ألقاب الفخامة للدولة، قلت لهم يا أخي ليش فلان مش فلان؟ لو تبلشوا بفلان كان حدا قدر يحرك أي نزعة مذهبية، الناس تحركوا بردات الفعل، لأنه من أول لحظة حسين أنه ركابكم مش جامدين. وقت اللي بتبلشوا بفلان الموظف وبتتجنبوا اللي ساري أكتر منه بكتير من مواقع السلطة السياسية، فإذا في ناس خارج القانون وناس داخل القانون، المواطن ما بيقبل هالعدالة، بيقول هيدي لا عدالة وما بيآمن أنه هذا اسمه إصلاح. فالمسؤول عن هالانتقائية من نقي الصغير، يعني مثل هلأ واحد بيسرق رغيف خبز بيفوت على الحبس وبيأكل قتله، بس واحد بيسرق الدولة اسمه زعيم وبيطلع بايك بالانتخابات بدليل اللي بيزور اخراج قايد. يعني مثلا هلأ امبارح كانوا عن يخبروني واحد مواطن فلسطيني معتر خلصت اقامته الى اخره، ما بيجددوا له ما عارف شو، راح زور ورقة تيضل قادر عايش مع عائلته، يحوي عن يأكل قتله هلأ بالحبس. بس واحد زور شهادات ما قدر دافع عن حاله وطلع نايب وبأعلى عدد من الأصوات. مفهومة. استاذ نجاح وكيم، طبعا لإنصاف الوزير جورج إرم يعني لازم يكون، أنا عم منتبه لكل كلمة بس بدنا ننصف الناس وما بدنا نتجنع حدا. جاي أحكي عن مشروعين بس عفوا لأنصف دكتور إرم، المهم يترك لنا مجال. خبر صحيح يعني من كواليس الحكومية إنه هالوزير هيدا وزير المال بيعطيهم حجم معين للإنفاق، حجم معين للعجز، بيجي على مجلس الوزراء بعد الوزراء اللي بيعتبروا حالهم نافذين، بدهم يصرفوا أكتر، بدهم ينفقوا أكتر، بدهم مصاريف أكتر، وبيقول لهم هيدا انتحار، هيدا انتحار. ما بياخدوا بكلامه، ليش شو بيقدر يعمل؟ بيستقيل. عم بيقول لهم هيدا انتحار، حاول يستقيل ببداية العهد بتتذكر. عم يطلبوا مصارفات أكبر لوزارات، عم بيطلبوا مصارفات أكبر لوزاراتهم، وبيقول لهم هيدا انتحار وبيتابعوا. كفي ست وردة، أنت قلتي حاول يستقيل. كان بتعرف يعني كانت الحكومة بعدها ببداية عهدها وخبروه إنه بدنا نتحمل معارضة، يعني قامت عليه معارضة كبيرة وحضرتك كنت يعني بقلب البرلمان.
فأرجع وكمل وحاول يكمل. ليش وقت اللي حاول يستقيل؟ أنا مني محامي دفاع عن الشخص باسمه، عن الحق فقط، عن الحق. نعم. لا أنت محامي دفاع ولا أنا مدعي عام. بس طب أخي أنا فيني أقول لك مع شو أنا بسياسة الحكومة المالية مع شو؟ لا قبل أنا عم بحكي بشغلة يومين ثلاثة بقرأ بفزلكات الموازنات تبع 99 والألفين. شو بتفهم من الفزلكات زيادة رحمة؟ اللي بفهمون بفهم الفلسفة تبع الفزلكات. إيه بس أنا اللي عم بقوله إنه وزير هذا مسؤول عن تنفيذ سياسي يؤمن فيها، إذا ما قدر بيستقيل. بس تصوري تقولي لي انه حتى ما قدر يستقيل، اللي اعجز من انه ينفذ سياسته واعجز من انه يستقيل، كيف بدي انا اوثق انه بيقدر يساهم بانقاذ وضع خطير؟ في ناس عم بيجوعوا، هؤلاء اللي بيهموني اكثر، في دين عام عم بيتراكم بشكل رهيب وبلد انرهن. هذا اللي بيهمني اكثر ما بيهمني مراعاه خواطر فلان او فلان. هيدا الخطر إيه اللي حذرت منه. هيدا من رهن بسبب هالحكومه شو عملت بهالسنه ونص؟ بسبب مين زياد؟ هيدا مجمع بسبب كل هالسياسه. هلا رح ترجعوا تبلشوا تسمعوا كلمه المنسجمه بعد فتره، اذا ما كانت منسجمه ما رح تركب هالحكومة. وفريق متجانس. متجانس هذا عفوا هيها. متجانس. عمرك أطول من عمري. هذا اللي كنا عم نسمعه قبل ما تشكلت هاي الحكومة لتبرير كيف كان الوضع الاقتصادي بالأرض. نسيوا العالم. نحن عنا نعمة فظيعة إنه ما في ذاكرة. نعمة النسيان. إيه يمكن مفيدة بهيك أحداث بعشرين سنة إنه يكون واحد ما بتذكر كل شيء كمان. لا مضرة. للبعض اللي راح حسب زراسه ما بيحمل الواحد، يمكن يفقع راسه إذا فيع كل شيء. صاير معه يعني. بس انه هذا الحديث نفسه هلا حيرجع انه اذا ما كانت متجانسة، اذا تكلف وضروري يتكلف الرئيس الحريري ضروري، لانه اللي حكومة وفاق وطني ما ضروري تكون متجانسة. لا 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 يعني فريق يعني متجانس يعني انا بعت في اختلاف. هلا كنت عم بقول لك هذا المثل ممتاز ومثل شعبي وما فيه ولا اي اهانة. الميدني يعني هي المأذني يعني تبع الجامعة. في ناس ممكن ما يعرفوا شو عم بقولها. لواحد قال لي شو يعني ميدني هذيك النهار، قلت له اصول اللي بيطلع الحمار على الميدانة اللي هي عمليه كتير معقده ومش اصول يطلعه هو بالاساس. ايه لانه ينزله. فما بعتقد دكتور سليم الحص ولا جورج أرم وينه الشعب فيهم ينزلوا الحمار عن الميدانة. هو رفيق الحريري كمان مع حفظ الالقاب عم بيوعد الناس بمؤتمر صحفي انه هو لبنان بعده دور مرح. انا اللي كثير انا عني فيه وشي مقتنع فيه اجى اثبته بالواقع والارقام جورج ارم، انه لبنان يا شباب، وهذا اللي قاله بالمجلس النيابي، فقد دوره التاريخي الطبيعي اثناء الحرب. بده يفتش عن دور جديد يعني لسوء الحظ. مش انه هو مبسوط يعني، هون الورطه. انه كيف بدك تخترع دور للبنان بالمنطقه اليوم ليضل عايش؟ والدور يعيش كل ابنائه او اكتريت ابنائه، مش انه تقولي لي في كم اوتيل ماشيين وكم بنك يعني زياد عايش البلاد. خليني كافي بخير. تفضل ضيف انت. اشرب اشرب قهوه. انا بسكت عم بعطيه دوري، عرفت بترككم. انا بقوم بالها تمام ازعجكم. بكفي علينا كلنا لاحق عليهم كلهم. يعني رفيق الحريري عم بيقول انه لا مش صحيح، عم تيأسوا العالم لبنان، بكره بتشوفوا دوره لبنان بقى. يعني ياريت يفرجينا وينعطى قد ما انعطت أول مرة الحكومة 8 شهور مش 6. بس حكومات الحريري انعطت فرص ومهل أطول بكتير. ايه طبعا. بس من هلأ المهل اللي انعطت لهذه الحكومة هو عم بيقول ما انعطى، ما هو أول مرة ما عطى فرصة ولا مهل. أول مرة وعدنا أنه صوب 96 بيكونوا كل اللي عم بيحكوا عنه مبين، بعدين فجأة من 96 زادتوها للألفين. يعني أنا هالقصص حافظها من 92. نعم. انه كان عاطينا دليل انه بال 96 97 رح تشوفوا خطتنا. لا بعده بربيع 93، ما بتذكر الربيع والخريف. ايه هذاك نسينا ممكن تهوسوا اول شيء. بعدين صارت انه بال 2000 وطولوا بالكم. بعدين صارت انه بدي فريق متجانس معي انا، والا ما بيمشي الحال. فريق متجانس معه يعني موظفينه هيك. نعم. نحن امام هيدي المعادله اليوم. نحن امام هاي المعادله اليوم. الحكومه نفسها بدها تكون حكومه اتحاد وطني، يعني فيها سياسيين يعني مش مختصين بشيء الا بتهدئه الطوائف او تهيجها. فكيف بدها تكون هالحكومه؟ الله العظيم حيتكلف. بس بكره حتصير المشاكل بتصور
بالتأليف مش بالتكليف يعني. انه كيف بده يألف هالفرق وكلفنا خاطرك ساعتها طبعا. يا ريت بيكلفوه. زياد والأستاذ نجاح وكين طبعا نحن بنحترم هيدا منبر حر وبنحترم كل الآراء واحد لا نجاح يتنين لا هو ما فيني إنه أستاذ هو حالي فأنت بعدك هلأ سعادة النائب لحد أيمتى لخمستاعش نعم بعدين بصير النائب السابق. شكرا على هالسؤال راح لي كتير وبقي لك. طبعا حق الرد لكل كلمة بتنقال عبر صوت لبنان مضمونة ومحفوظة. معنا الصديق وليد غلمية اللي اتصل وشكرا على اتصالك. تفضل دكتور غلمية. صباح الخير. صباح النور دكتور. الحقيقة أنا ما كنت عم بسمع لكن اتصل في صديق اللي سمع بعض الملاحظات. الحقيقة حابب أعرف شو الأسئلة حول الأوركسترا. هل عم يسمعك زياد؟ نعم. وعم يسمعك نجاح وكيل. نعم. دكتور غلمية وصلنا سؤال من مستمع إنه ليش بكل بلاد العالم الأوركسترا السيمفونية الوطنية بتكون من أهل البلد يعني بيجيبوا أساتذة مثلا الملك نور حكي عطى عدة أمثال إنه يعلموا أولاد البلد يكونوا موسيقيين إنما هالأوركسترا السيمفونية الوطنية اللي هي بقيادة حضرتك 85% اللي فيها أجانب يوغوسلاف أو بلغار أو غيره فهيدا كان السؤال. زياد جاوبوا انه باي طرحوا انه يكون في اساتذه تعلم اولاد البلد ليعملوا اوركستر وطنيه حقيقيه. فزياد بتحب تصبح على الدكتور وليد؟ اهلا الدكتور وليد. يعني بتمنى انه هذا موضوع يمكن كبير هلا بتمنى انه نقدر نحكي فيه. الرد لدكتور يعني وليد. لا انا باختصار كلي الحقيقه تفضل. استاذ نجاح وكين بيقول لك صباح الخير. استاذ نجاح يسعد صباحك. استاذ زياد الله يخليك. الجواب هو الحقيقة أولا بالأردن ما في أوركسترا سيمفونية في تشامبر أوركسترا لنبلش من هون يعني أوركسترا صغيرة. بعدين بلبنان فعلا 50% من الأوركسترا السيمفونية هن من اللبنانيين. أنت أستاذ زياد بتعرف أنه خلال الحرب هاجروا كتير من الطلاب ومن أساتذة الكونسرفتوار واللي بقيوا مهم جدا العدد اللي بقي. وانت بتعرف انه بكل اوركسترات العالم ما في اوركسترا من لون واحد. مثلا بحب اعطي مثلا انه الاوركسترا السورية لحد اليوم بعد 11 سنة من التأسيس ما يفوق عن 60% منها من الاجانب خبراء اجانب. وانا دايما باحتكاك مباشر مع استاذ صلحي الوادي واحتكاك مباشر مع الاوركسترا السيمفونية. نحن بلبنان حاليا في الطلاب اللي تخرجوا دخلوا الأوركسترا السيمفونية. نحن عدد الأوركسترا حوالي 88 شخص. عدد اللبنانيين منهم هن تماما 48. وانت بتعرف انه في آلات نحن نسميها الآلات النادرة مثل البسون مثل الكور مثل الهارب مثل هالآلات هاي الكزايلوفون الى اخره مش موجودة بلبنان. جبنا ناس مش بس يعزفوا بالأوركسترا تيعلموا. وانت بتعرف انه الموسيقي اللي يقدر يعزف باوركسترا سيمفونية بده يدرس على الاقل ويتمرن مش اقل من بين 8 سنين و 10 سنين. فهالوقت هذا بيتطلب. وانا مش عم جاوب صديقي وحبيبي زياد لاني معجب فيه بس عم جاوب على الشخص اللي اعطى ملاحظات. نعم. الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية ربما تكون الاوركسترا الوحيدة اللي ابتدأت ب 50% من اهل البلد. وهذه الأوركسترا استمراريتها موجودة بمرسومها المرسوم رقم 12885. يعني الموضوع كتير جدي وكتير حقيقي ويمس الحياة الثقافية الموسيقية والأكاديمية بالبلد. يعني مش عابرة. الأوركسترا موجودة ورح تبقى موجودة. ونحن هالأشخاص اللي جبناهم جبنا اللي نحن بحاجة إلهم. أما القول بأنه في بعض الأرمن نحن معتبرنهم أنه وطنيين من لبنان بينما هم أرمن صحيح بس أن عددهم ثلاثة. يعني ما بعرف يبدو لي من فترة وزياد هيك يشتم من وقت لوقت ريحة وكأنه هناك تعمد أو قصد لوضع العصي بدولاب هالأوركسترا اللي هي فعلا أوركسترا جيدة. واليوم أنشأنا الأوركسترا العربية كمان. أوركسترا العربية هي بالمية لبنانية. نعم. 100% يعني صفى عنا اثنين أوركسترات
وهودي بينتموا للكونسرفاتوار، والكونسرفاتوار هو للبلد وللحياة الثقافية الموسيقية والأكاديمية. وأنا الحقيقة بعد فترة لا تتجاوز السنتين ستكون الأوركسترا هذه في متناول جميع المؤلفين المبدعين مثل زياد رحباني بالذات. يعني هذه الأوركسترا نحن عم نحافظ عليها لتبقى على مستوى زياد، موهبة كبيرة ومعطاء كبير. هذه الأوركسترا إله مثل ما هي لباخ، ومثل ما هي لبيتهوفن، ومثل ما هي لتشيكوفسكي، ومثل ما هي أي مؤلف يعني إله كاريزما في التأليف الموسيقي وإله عطاءاته الكبيرة، هي هالأوركسترا إله. وبعتقد أنه حان الوقت أنه نطلع من السلبية وندخل خصوصي على الأقل على الناحية الثقافية. وأنا عم بسمع الراديو بستلفند الصديق وعم بشوف السلبيات السياسية اللي نحن عم نعانيها ومنعيشها كلياتنا، على الأقل الناحية الثقافية، الناحية الثقافية نتركها في هيك إذا شئنا القول في طهارتها وبجديتها ورصانتها. وهذا وبحب كل من يعلق على الأوركسترا إنه يعيش الموضوع من جوا مش من برا وينظر حول الموضوع، هذا لا يجوز. هل من رد على الرد زياد؟ أنا بتشكره كثير على الكلام اللي وجهه على التوضيح. نعم دكتور غلمية، شكرا لك وشكرا على اتصالك. الله يخليك، يعطيك العافية. الله يكون معك. أستاذ نجاح، خلينا نرجع نركز على كلامك. قلت بمؤتمرك الصحفي انه تعليبة الانتخابات ذكرتني بال 68 والحلف الثلاثي، وهلأ احكيت البعض بغلطك يعني عفوا. اليوم الحلف الثلاثي غير مسيحي، هو تحديدا اسلامي، بينما خاضت القوى والاحزاب يعني المسيحية نفس الحلف يعني. بس خليني اكمل لك الصورة اليوم اللي عم بغلطوك فيها، انه بينما خاضت القوى والاحزاب المسيحية معركتين، ومش معركة واحدة، الاولى خصومي بين بعض البعض، والتانية معركة الدعوة الى المقاطعة، وانت كنت من الفئة التانية. اليوم نجاح وكيم كيف بيقرأ النتائج ثانية الانتخابات؟ يعني توضيحا، الحلف الثلاثي 68 كان حلف القوى المسيحية الاساسية ضد الشهابية، كانت هناك قوى وسط من أركانا سليمان فرنجية محفظ الألقاب أيضا، وأيضا صائد سلام. فماذا عن اليوم؟ شو خريطة القوى اليوم؟ ستي تقلت شلي هلا كمان عم تقولي لي أنه الحلف الثلاثي رجعوا اختلفوا ببعضهم، ويعني أنا بعرف تمام أنه الله يرحمه العميد ريمون إدي، وأنا بختلف معه وبحترمه، أنه وقت اللي شاف أنه هيدي هي مقدمة لفتني بالبلد انسحب منها. وانا بقول لك انه يمكن الحلف الثلاثي اليوم يمكن بكره يختلفوا ببعضهم، يعني ماني شايف انه في جامع وطني فيما بينهم. هلا بتقولي لي انه في مسيحيين تانيين يعني كان وقتها مثل بس في حلف الجامع وفي حلف الكنيسي، اسمحي لي شوي، ما في جامع بيناتهم عسول. بس اليوم المذهبية الطاغية على الأحلاف وعلى الكلام وعلى ما هو. يا ستي تقلك شغله انه مثلا عم تقلي لي انه الرئيس فرنجي مثلا زعيم مسيحي بهداك الوقت ما كان بالحلف، وكمان في زعامات إسلامية اليوم منا بهذا الحلف الثلاثي. شو خريطة القوى اليوم أستاذ نجاح؟ خريطة القوى يا ستي بتشبه تمام خريطة القوى كمان مرة أخرى بـ 68، يلي بتتلخص بالآخر إنتاج عصبيات تصادر الناس، تصادر الآخرين. يعني أنا بقول إنه طيب هلا عملي استفتاء بالبلد، مين بده فتنة طائفية ومين ما بده، بيطلع بالآخر 90% 80% 70% اللي بدك إياهم ضد الفتنة الطائفية. طيب هودي مين عم بيعبر عنهم بالآخر وقت اللي اختصرت الحياة السياسية بالبلد مثل ما امبارح قلت؟ لا. برجال طائفيين أو بمؤسسات طائفية. لا. فما عم بينسمع بالبلد آراء أخرى، ما عم بينطرح بالبلد مشاريع أخرى. يعني هلا حوار الأديان مين قائم فيه إذن؟ أول شيء حوار الأديان، مين مكلفهم حوار الأديان؟ مين مكلفهم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي أنزل هذه الأديان، لو أراد أنه يجعلها دين واحد ما كان بيقدر هلا بجوهرة واحد، بجوهرة واحد. شو الحكمة؟ بدأ مرسوم.
شو الحكمة ما شغلتي اللي عن يحكوا بحوار الأديان بدي شوف قديش هني متدينين بالدرجة الأولى. المسألة حوار غرائز، ودايما لاحظي بهالبلد انه دايما في دعوة للوفاق والحوار. طيب اسمحي، والحوار ما مرة أخرى، الوفاق يا أخي بين مين ومين، والحوار بين مين ومين. اللي عم يحكوا بالوفاق والحوار ما عم بيقدروا يشوفوا، ما عم بيريدوا يشوفوا بالبلد إلا الناس عصبيات. نعم. يعني فارزين البلد على أساس عصبيات، فبالتالي لغين الناس. طيب يا عمي، هل العامل تنقول المسيحي هو وضعه وأهدافه ومصالحه هي مثل البنكير المسيحي؟ هل المعتر المسلم يلي عم ببيع خضرة على عربية مصالحه وأهدافه وتطلعاته مثل تطلعات البنكير المسلم؟ فليش مصادرة الناس؟ يعني هاي لاحظي بالانتخابات وبغيرها، كنت تقري، وأنا كنت عم بقول لهم يا عمي هذا خطر، تقري بالجرايد إنه بأي دائرة الصوت الشيعي، الصوت الماروني، الصوت السنة، صوت الدرزي، ما هيك؟ يعني الناس بالبلد منو معترف فيهم إلا بحسب الشيء اللي كتب لهم إياه مأمور النفوس على تذكرتهم وقت اللي كان عمرهم يومين ثلاثة، وقت اللي راح بيهم يسجلهم. أنت شو بالسياسة؟ أنت بحسب ما كتب لك مأمور النفوس. ولا يا أخي، الناس عندها مصالح، عندها مشاعر، عندها أفكار، عندها تطلعات. فليش تنحط الشعب اللبناني بمجموعة أحذية صينية تمنع نموه، تمنع تعطل إرادته؟ فكل اللي عم يحكوا بالحوار وبالوفاق، يعني أنا برأيي هودي منفقين، هودي منفقين، لأنه ليش بدهم يختصروا الشعب اللبناني إلى مجموعة عصبيات؟ وهيدي عم تتجلى بكل مناحي حياتنا. يمكن أشار زياد انه فعلا هلا حتى الأندية الرياضية اتقسمت، انفرزت على الطوائف والمذاهب، المستشفيات، المدارس، الوظائف، الأهالي، انه بحيث انه ايه بتصير مباراة مذهبية. انا شفت مشاهد، انا شفت مشاهد، يعني مرة انا كنت مارق براس بيروت على المنارة على عين البريسة، كان في مباراة للحكمة مع نادي ما بعرف مين، بلاقيهم مارقين يحتفلوا، صاروا يتبادلوا مع ناس موجودين بالشارع بإشارات عيب تنقال هون. طيب هيدا شو معناته؟ مباراة للحكمة والرياضي ايه وقت اللي بينزل فيها 4000 رجل أمن، طيب مش بس الوضع حول المباراة، يعني على مفاصل الطرق. فإذا هيدا بيعبر عن شيء خطير موجود بالبلد، مين مسؤول عنه؟ مسؤولين عنه تبع الحوار وتبع الوفاق وتبع الشقاق والفراق. ايه مش مسؤول عنه بشير جميل بقى. يعني مش بقى مسؤول عنه بشير جميل، مسؤول عن، يعني هلا مثلا اشار، وانا ما عم بحكي عن شخص بعينه بس عم بحكي عن حاله، كل واحد منهم بيعبر عن نفس الحاله، انه الاستاذ وليد جنبلاط هلا داعية محبه مع المسيحيين، بس انا بعرف تمام انه باحاديث مش للنشر هلا، بتصير للنشر بعدين، هو بقبال هالمحبه عن يحكي كلام اخر تجاه طوائف اخرى. طيب ما نفسه كان عن يحكي، وطبعا مش عم بحكي عن وليد جنبلاط بس، بحكي عن وليد جنبلاط، بحكي عن اي زعيم طائفه. نعم. من هون يعني انا يعني انت حذرت، انت حذرت انه الطائف وصل الى مأزقه، والحرب الاهليه منا بعيده. انتبهي شوي، عم تخاض اليوم قلت عبر التصريحات والمواقف يا ست، انتبهي شوي. شو الدواء؟ ما هلا بقلك شو الدواء، وببساطه يعني ما القصه منا معجزه، انه قبل الحرب النظام الطائفي حل مأزقه بالحرب. تصوري حرب 15 سنة بتكرس النظام، ما بتلغيه ولا بتطوره. وصلت الحرب لمأزقة أن تجولنا الطائف، وصل الطائف لمأزقه. فهيدي دعوات الحوار، هيدي دعوة للعودة إلى ما قبل الحرب. طيب ما قبل الحرب بمهد للحرب، والحرب بتمهد لطائف، والطائف بمهد لبعد الحرب. شوفي هالحلقة المفرغة يلي عم بتدور فيها المسائل، شو الحل؟ الحل مشاكلنا كتير وأزمتنا مرة أخرى، كيف نجعل من الوطنية هي بين قوسين العصبية الأرقى؟ ما منقدر نلغي عصبية أدنى إلا بعصبية أرقى. التحدي مطروح علينا كلنا، على كل الشعب اللبناني،
كيف ننتج هذه العصبية الوطنية من خلال مشروع سياسي مش من خلال خطب ويعني انه منوقف وقت اللي بيندق النشيد الوطني مزيادات وبيكون مشاريعنا بمطرح تاني. نعم. فاذا الان وانا عم بقول لك يمكن البعض انه طيب يا اخي هيدي الانتخابات معلبه ليش ما 96 اخذت نفس الموقف او 92 بال 92 وبال 96 كنت انا عم بقول بعد مدي سوف نصل الى هذا. الان وصلنا. الطائفيه في لبنان اليوم مش بشعه او حلوه، مش تقدميه او تاخريه، مش بتعجبني او ما بتعجبني. الطائفيه اليوم قاتله بس. يعني نحن نقترب او نحن على حافه الهاويه، كان لابد من موقف مختلف من موقع مختلف. وانا وقت اللي عم بقول انه المؤسسه تسكرت بطل في تغيير من خلالها مش استحال التغيير. هلا التغيير بيصير من خلال قوه وطنيه جامعه تنتج مشروع وطني في هذا المجتمع تتجي تغير من خلال هذا المجتمع من بعد ما تسكرت مؤسسه الدوله على عصابة القتل والعائل زيني والمحيد العسطوح والمالل واللي منه سائل لك ناقص إياك ثم إياك تستهنه بتغلط بتكون الناقص بعد كذا نسمة. هيدي عائلة عنا كبيرة كتير. حدا بيقلك من بيت ناقص ليك فعل الماضي شو ناقص شفت بعينك كله من بيت ناقص انتبه وبعد ناقص. والزايد زياد بدنا مخرج بدنا حلول مثل ما قلنا الوطن بأزمات تعددت الوجوه وثيرت البعض منها وبعدها بقيت الأزمات والمشاكل معلقة بانتظار الأوهام المعلقة مثل ما قلت أستاذ نجاح وكيم بخلال مؤتمرك الصحفي وتصريحاتك. بتمنى أنه الحركة اللي أسسها من فترة نجاح فيها نقول هيك يعني أسسناها إيه اللي عم نقول هي مش حزب اللي بوقتها هي حركة هي لقاء هي تجمع حركة سياسية يقدر ينتمي لأحد الناس لو كانوا بأحزاب تانية. طيب ليه ما عم تنمى ليه ما عم تنجح هيك حركات؟ مين قال لك عم تنمى أكتر كتير ما كنا منتوقع. ما بدي أخذ دور زياد بس عم تنمى كتير وأنا متفائل مش إنه بالحركة بس بكل هالحالة الوطنية اللي بالحركة ومتجمعة حول الحركة. أنا بقدر أرجع بس شوي للوضع المعيشي إنه هذا اللي عم تحكيه ممكن بلحظة يصير أهم من الوضع المعيشي كليا يعني إذا تطور الجو هذا اللي عم ما هذا بده ينعمل تيقضي على الهم المعيشي أو تيخنق هاي نظرة المعيشي. بتقول هيك هذه نظرة بتذكر كمان بـ بـ بالأنظمة العربية شو كانت تقول بحالة الحرب مع إسرائيل. إذا بتذكر قبل ما تبلش تتصالح كان كل شيء ببرر كل شحار وجوع جوا. واحد عم بيحكي عن الخبز مصري وقاتلوا حبس كمان إنه نحن هلأ اقتصاد حرب. نحن يمكن يفوتونا بس اقتصاد الفرق إنه حرب داخلية نحن هذيك حرب مع إسرائيل مزبوط. ممكن هيك بس إلى أن تصير هاي ممكن ما حدا بيعرف ممكن ما يكون بعد بدها كتير ان شاء الله لا يعني طبعا بس انه كيف بدي يعني في اشياء ضليت مش فاهمها لها من فترة يعني انا بعرف انه الدولار اول مرة قوي هالقد على الليرة بلبنان بعد خروج منظمة التحرير من لبنان وغريب الربط بين اثنين لأول وهلة مش غريب يعني بالنسبة لانه البلد عنده موارده كان وماشي بشكل انه يعني البعثة اللي اجت على لبنان قبل الحرب فيها الاب دبري يعني وقتها بعثة اقتصادية هذا رسونا اياها بفتكر بعد ما تغير شيء بعد يعني اجا ياخد فكرة كيف ماشي البلد اقتصاديا مش طائفيا قالوا بمعنى انه جربوا ما تغيروا شيء يعني مش فاهمين كيف ماشي بس جربوا ما تغيروا شيء. هلا لا شك انه من موارد لبنان الرئيسيه طلع انه ما بتشكي من شيء كانت وحده من القصص المنعوه اللي هي الحشيشه. نحن يمكن ما بنعرف شو كانت تشكل دخل للبلد. هي صارت زراعه ممنوعه ونوعدوا بزراعات بديله اهالي البقاع ما بعرف قديش اجى منها هالزراعات البديله.
يعني. وطبعا ليش توقف الطلب بأكثر دولة عندها أخلاق بالعالم هي أمريكا، طلبت توقيف زراعة الحشيشة. واحد مين قال لك أمريكا أكبر هجوم؟ طبعا دون منازع. دون منازع. إيه بقى عندك شغلة تانية، كان عندنا هالبور يا أخي، هالبور اليوم إذا بتسأل موظف عم بيشتغل بالبور إنه كم بابور بيفوت بالجمعة، فيك تاخد فكرة وين دور لبنان. يعني هذا عم برجع إنه دوره الاقتصادي، إنه يعني دول الخليج صارت عم بتحل مشاكلها اللي كانت تحلها عبر بيروت، بديل البديل عن بيروت بين بعضها يعني. وهي بدائل كل اللي عم نحكيه بعد ما صار صلح، يعني بعد ما صار صلح مع إسرائيل ممضي، بعد على أسوأ إذا صار صلح، لأنه هديك دولة جاهزة وفيها نظام ومساقبة على نظام اشتراكي كمان، يعني نوعا ما عرفت كيف يعني بيحكوا بتكافؤ فرص، بيكونوا بيعنوها، بيحكوا بشو مساواة. المهم تصور يعني ما حدا إلا بيطالب فيهم، تصور واحد يكون ضد المساواة بخطابه السياسي، ما حدا يقول نحن ضد المساواة ضد تكافؤ الفرص، كل العالم تحكي فيها، بس هنيك الدولة مطبقتها نوعا ما. وسياحيا يعني بقي لنا جزء انه لازم السياحة الحكومة عم تركز عليها كثير بسياسة المالية، انه بعد بقي لنا شيء يمكن فيها ركز عليه السياحة. اسرائيل كمان بلد سياحي وطبيعته كثير بتشبه طبيعتنا، يعني ما بعرف شو بقي لنا، شو بقي لنا الهجرة الشنطة فيزا حتى مصرفيا، حتى مصرفيا يعني كان الخليج يعتبر لبنان موضع ثقة يعني مصرفية بلبنان، محول كله على الغرب. اليوم عم يحكوك عن تبييض الأموال والسرية المصرفية. تسمحي لي بهاي المسألة؟ تفضل. يعني أنا عرفت معلومة نجاح وما أعرف إلى مدى بالأرقام من أشخاص مختصين، إنه لفهمت أخذت كذا سنة لفهمت، مش من زمانة، إنه كيف شو دخل إنه خرجت منظمة التحرير من بيروت صار هيك بالدولار. فهمت إنه كان في بأيامها ينصرف 5 ملايين ليرة وقتها، يعني اللي هن بيطلعوا 1,666,000 دولار بالنهار بمنطقة الجامعة العربية ومحيطة. لا لك كان في أنا برأيي كان في 80,000 وظيفة لفلسطيني ولبناني بس بمنظمة التحرير، لأنه غير شيء تفهمني إنه هو الإدار فجأة صاروا برا كلهم. بس هيني هالاقتصاد يكون بيتأثر بهالمجموعة الناس اللي هلأ عم ينحكى انه موعود الدولة بشي مبالغ قدعمة، يعني تصور اقتصاد مبني على هالمجموعة من الناس اللي عايشين بمخيمات، انه اذا بينقرض عليهم بينجح، اذا ظهروا بتخرب. ليك لا 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 خليني فيك تقلي انه مش وقت. انا اول شيء بهالمسألة في مبالغات، والمبالغات القصد منها انه الناس ما تشوف الحقائق. لا مش منظمة التحرير ما في شك، هلا اي قرش بتشك انه كان في 80,000 وظيفة بمنظمة التحرير، كان في وظائف دولي كانت 80 اقل اكتر، بس ما هيدي اللي كانت عاملة. لا بس كان ماشي نوعا ما البلد يعني. هيت اقول لك وين انا برأيي ابتداء من ما عم بحصر انه هاي المصدر الوحيد يا اخي، بس انه لنعدهم المصادر. كان في مشروع ابتداء من 83-84 لانهيار دور لبنان الاقتصادي، وهذا شيء كان مترافق مع رؤية سياسية لخارطة هذا السلام ولموقع لبنان ودور لبنان فيه. ومن هون منشوف انه اذا رجعنا لسلسلة او لمجموعة اللي اشتغلوا بالمضاربة بالليرة بهديك الوقت، منلاقي انه هيدي المضاربة كانت سياسية اكتر ما انه مجرد سرقة وبس، ومش لمنظمة التحرير هدت الليرة ولا غيابة روح الليرة. ومثل ما بيقولوا يعني، وهيدي قالتها الحكومات السابقة الرئيس الحريري، انه يا خيي كان في عنا الحشيشة تسكرت الحشيشة، لا الحشيشة هدت الاقتصاد. مش هو خليني كفي معلش بس هالجملتين. هيدي بترجعنا للشيء اللي كنتوا عم تقولوا فيه، انه الاستاذ ارم الدكتور ارم بيقول انه لبنان لا هول مش مربوطين. انا بدي اربطهم كيف الدكتور ارم بيقول انه لبنان فقد دوره، والرئيس الحريري لا بيقول انه نفس دوره الماضي
بعده فينا نجدده. بس انا رح اقول لك انا عامل صوره عن شو مشروع الحريري فهمناه يعني. بس هالجمله ما في ماضي الا ما بيروح. المساله هي كيف تلاقي للبنان دور وظيفه ملاقيه الحريري. لا لا مش ملاقيه. الشيء اللي عم يقوله الحريري بيؤدي لنفس الشيء او لاخطر من الشيء اللي قاله. بس عم بقول لك انه هو هون اذا بتلاحظ شو الممنوع بلبنان. الكل حكيوا بخطه نهوض اقتصادي وما انعملت، لانه خطه النهوض الاقتصادي بدها تقر او بدها تحاول تقرا بشكل سليم مستقبل وضع المنطقه اللي عم بيعيش فيها لبنان تنخلق للبنان دور وظيفه. يعني هون اذا بتلاحظ العنصر الاساسي في التنميه شغلتين: التخطيط بما يعني تعزيز دور الدوله، والانسان كعنصر اساسي في هذه التنميه. بلبنان اثنين عم يلغوا، الدوله عم تنلغى تحت شعار انسحاب الدوله من كل نشاط اقتصادي، والانسان عم يتهجر، الكفاءات عم تتهجر. بتلاحظ كمان انه لا خطة نهوض اقتصادي، لبنان الان يمكن يكون البلد الوحيد في هذا العالم يلي ما في وزارة تخطيط. صاروا ما بتلاقيهم الا يفرعوا وزارات ويورموا وزارات ويضبوا وزارات، بس الممنوع الوحيد وزارة تخطيط. فاذا مش لبنان فائد دوره، او مش لبنان ما بيقدر يكون له دور، عم بيمنعه الدور اللي بيقدر لبنان يمنعه يعمله للمستقبل. اما بالقول انه فلنعد الى الماضي، الماضي لا يعاد اليه ولا يعود، بس عن دور جديد، او التبشير السوداوي انه لبنان فقد دوره وما عاد بيقدر يكون له دور، واثنين خطا. نعم استاذ نجاح زياد. طبعا تذكر الاجواء اللي عايشينها اليوم، ذكرته بعد شي الوقت لكم، ذكرته بال 68. انا كمان هلا رحت معكم على ربيع براغ 68 وخريف براغ 2000 والانذار ب 68 لموسكو وقتما اخذته بعين الاعتبار، والانذار اليوم اللي عم بتوجهه من براغ، الموج العارمي ضد العولمه، يعني هالسمك الكبير اللي بده ياكل السمك الصغير، الدول الغنيه والدول الفقيره. طيب نحن وين من كل اللي عم بيصير كمان بهالعالم؟ عم نحكي بحلول. هلأ زياد الرحباني، نجاح وكيم، المستمعين اللي عم يتصلوا، المداخلات، الناس بدها حلول لبنانية تعيش منها. في أولاد اليوم فاتت على المدرسة، أولاد لقى في شباب فوت على الجامعات، في شباب لقى في ناس عم يناموا بلا عشاء. قبل كنا نسمع نقول اف ليك، نجاح وكيم بيقول في جوعانين، ليك 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 عم يزيدها، نجاح وكيم بيقول في فقرة. يا أخي اليوم عم نقول لك معك حق، اليوم عم نلمس إنه إيه، في جوعانين، في فقرة، في ناس بتنام بلا عشاء. طيب وين الحل هالأزمات الاقتصادية المعيشية وسائر المشتقات عنها؟ شباب مستقبلهم يعني شنطة وهجرة وفيزا وسفارة أو شو؟ لوين المجتمع؟ بالنهاية نحن يمكن نعلق الحديث بالنسبة لإلي بالوقت الحاضر، يعني أنه هالحكومة الحالية والحكومة اللي كانت قبلها بهالعشر سنين، نسينا نحن أنه في موقف عام من هالنظام. هل هالنظام هو نظام صالح لهالمساحة من البلد؟ ما عم بقول لك واحد منهم تخطيط، يعني بس يصير انتخابات للمهندسين بيطلع انه عندك ب 18,000 مهندس يمكن عم بيشتغل منهم شي 3,000 ماكسيموم، اقل كتير من 3,000 ضمن اطار هيك سيركوي معين. وفي شاب عامل اختصاص منه كتير موجود ببلد هو مفروض بلد خضار وانهر ومي اللي هو لبنان، مهندس زراعي ما حدا عايزه، ما حدا عايزه، وبتصور كتير البلد عايز مهندسين زراعيين ولا اي مهندس تاني حدا عايزه. ها ايه مثلا. طيب شو عايزين؟ حكومة قوية متجانسة؟ لا لا، شو دخلها متجانسة وانه هي بتحل الوضع او شو؟ عم بقلك اتحاد وطني لما هم يقرروا يقبروا بعضهم بيجوا على الحكومة. يعني في ناس كانت عايزة عندها كتير انها قاعدة برات الحكومة. بس زياد عم تحكوا شوي، ايه عم تحكوا شوي كنتوا عن رفيق الحريري. انا بالنسبة لي مش مهم، انا بقول لك انه هلا باخر بتعطيني خمس دقائق رح بعطيك نص بركي بينفع على مسرحية. ايه يعني صورة ديكور. يعني مثل ما قالوا حق الشانسونية
يحكوا ويقلدوا ميشيل المر ويقلدوا على التلفزيون طبعا بموافقه الجميع ويقلدوا الحريري ليش نحن ما قلنا حق نحكي هيك بدنا نحكي شغله بتشبه البيلون الشانسونيه بس نخلص بتعطيني علامه بس نخلص بس بدي اقول لك شغله انه مثل ما في تهويل والاعلام اليوم بالعالم كله بتلاحظ انه صار الاعلام حرب جديده بين الناس غير وين بعد مقررين الامريكان انه بتجرب سلاح جديد اذا وقف يعني بس اكتريت الحروب بالعالم مش حروب ضرب يعني ومدفعيه وطيران اكتريت الحروب انه اذا بتتذكري قديش صار تهويل وقت ما تكلف الرئيس الحريري اول ما اجى لحود عن الدولار انه مدري شو بده يصير بالليره راح الحريري وبقيت ليره وهالتهويل الاعلامي بيقدروا يخلقوا شبكه من الناس منشريين كله يعني بس تكتشف اليوم انه بين كل الجرايد الموجوده عنا عكسفتها في جريدتين بس وهي المعلومه مش مني مش انا عامل الاحصاء يعني معقول يكتبوا مع الحكومه احيانا من البيرة نداء الوطن لما بدنا نعمل احصاء والباقيين كلياتهم سوا مش بالصدفة رغم تضارب ارائهم يعني واتجاهاتهم السياسية عندهم اجماع على سب الحكومة متواصل ما كان عندهم يا ايام كانت هذيك الحكومة اللي هي اسست ما بدنا نقول انه مثل ما بتحكي الحكومة تركت إلي اكيد تركت إلي اكيد كمان الحريري بس اجى ب 93 ما كان يحصد على بلد طلب حرب بس ما حدا مين طلب منه يبلش بالاسواق التجارية او بالمطار بهالتكلفة لما كان ماشي البلد بلا الاسواق التجارية وبالحرب مظبوط يا اخي كانوا العالم عم يشتغلوا عاملين دولتين وعم بيشتغلوا ليش بدي بلش انا انه بالوسط التجاري انه اذا ما مشي ما بيمشي لبنان مش حقيقة يعني طيب اليوم مشي برايك الوسط التجاري لا ما هلا انه بعد بده كتير عرفت انه بعد في جزء من البنى التحتيه فيه بس هون بدي ادخل عليك بشغلي انه هناك مقوله بتقول للداء دواء معمول مطار والمصدر واحد معمول مطار ليستقبل 20 مليون انسان هلا في نصه مسكر لانه مش مكفينه 6 ملايين مسافر 20 مليون مسافر يا سيدي قد ما بيستوعب لحدود ال 20 مليون مسافر هو بالسنه للهجره شيء وللاستقبال ايه شيء طبعا. تاني ايه للهجرة أكثر من الاستقبال إيه. بس قديش عندك شعب لبناني بعد رح يقدر يهاجر حتى أو رح يبقى مثل ما قال زياد ببداية حديثه بمسرحيته شو بقي بلبنان بس برجع بقول لك لكل داء دواء بعد في بس هلا المصدر واحد يعني 2004 2005 في مجال بس عم بيقولوا إنه الرئيس الحريري وحده قادر إنه يكون جسر عبور بأمان هالمرحلة الصعبة في ظل التأثيرات الداخلية والخارجية وهو كان مصدر الداء مثل ما عم بفهم منك وفيه فقط يكمن الدواء مصدر الدواء شو هالمقولة هذه كيف بدنا نعمل هيدا النظام ما حدا ناقشه هلا بهالحلقة هلا هو اجى من ضمن هالنظام الخلل بالنظام بالأداء بعد حرب هو اجى بعد حرب انا برأيي مين ما اجى كان بعد حرب كان مضطر يرد الكهرباء ومضطر يرد المي وكان يعني ما بيقدر يعمل الا هيك بس يمكن ما كان اخذ خيارات أولويات وهذا اللي اختلفت معه الحكومة الثانية إنه في أولويات العلة كانت بالأولويات جمدوا له بعض المشاريع هو عم بيقول فيها تمشي كلها سوا ولا شو عم بتنفروا رؤوس الأموال وعم عم بتخلوا الناس تتحرك إيه بس عنده جهاز كبير الحمد لله من أقصى اليمين لأقصى اليسار والبلد صغير يعني كل ناس تعرف بعضها إنه في كتار في كل واحد سعره يعني فينا هلا نعمل علينا 100,000 دعوة إذا بنسمي كل واحد شو سعره خاصة المفكرين اليساريين هول اللي معقول يزعجوا انه قد ايه بكلف هذا هلا بس بده يجي لعند الحريري انه تعال اخي واكتب خلي بدي ارائك وفكرك انا هذا بصير قاصصه للحريري بيعلي سعره هذه مثل غنية خالد الهبر لا بصير قاصصه انه بيطلب اكثر ما بيطلب واحد يميني عموما انه انا يسار جو مكلف يعني انه اذا بدي اكتب الانتقال من ضفه لضفه ببلش هيك بعدين بصير يرخص حسب السوق ايه انه هلا اذا بدنا نتكل على شخص واحد قادر يتصرف هيك بحل امور بلد ما حدا هذي بيكون غبي الانسان اللي بيعتقد انه شخص بيحل قصه نعم وبعدين عمل كلمه وحده مضبوطه بمؤتمر الصحفي رفيق الحريري على اثر الانتخابات بس علق عليه صحافي يمكن الماني او فرنسي قال له طيب هذيك الحكومه عامله اغلاط اقتصاديه فظيعه وهبطت الثقه بالوضع البلد ولا عم يجي رصامير انتوا بدكم تحلوها هي الشغله انتوا عندكم الحل طبعا وعم تقولوا انه هذا كله خطا قال له ايه انا احنا مش عم نقول لك انه رح نحلها
أنا عم بقلك لازم تنحت. طبعا ساعتها أنا فيني أقول هيك، أنت فيك تقولي هيك، هذا الشيء المنيح لازم ينحل لأنه هداك ركز. نعم دقر كان منيح على اللي عم بيقوله، لأنه أجنبي بعد ما انشرق. قبل ما ناخذ الحلول من نجاح وكيم ونتابع بالحلول، لأنه الناس بحاجة هيك لضوء ما على حل ما. الهيئة في مداخلة أيضا وأيضا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا كيفك يا وردي؟ اهلا استاذ الياس الرحباني الهيئه على الخط. ماشي الحال؟ يا اهلا وسهلا فيك. انا ماشي هيك صوب الجبل وعم شوف هالشمس وعم شوف هالسما الزرقاء. هيدي بتريح الاعصاب الطبيعه والاحباب. بتريح الاعصاب ايه، بس انا هيك بدي ارجع نتفي لورا وحي. اول شيء بدي حيي استاذ نجاح وخينا زياد ابن خيي قريبنا. يا حبيب قلبي ايه. بس الهيئة تليفونك او سيلولير ايه؟ او الراديو. اوكي نعم. طيب تفضل. انا بدي اقول لك شيء هيك عم يوم ملفت صاير هالايام. تفضل. الشعب ممتاز، انا بقول لك بصراحة، لان انا اتعاطى كثير مع الناس فردا فردا وبكميات كبيرة. الناس كثير منيح وبيتهمون، ان كان اذا فنيا بيتهمون انه ذوقهم مش منيح. ثانيا بالسياسي كمان بيقولوا الشعب كمان خيه هو اللي عم بيأخر وهو اللي عم بيعمل. انا بدي اقول شغلي، كانت اول شيء لما حدا بده يشارع مع الثاني او يتحادثوا او يتشارعوا السياسيين، مثلا اذا اخذنا من زمان المرحوم كمال جنبلاط والمرحوم صائب سلام كانوا يحاوروا مثلا كميل شمعون وبيير جميل. رجعت قوية الشغل شوي، صاروا يحاوروا المشايخ مع الغواردي. بعد شوي عم تعلى السقف، ما بعرف إذا رح يصفوا يتحاوروا المسيح ومحمد مع بعض ليحلوا قضية لبنان على الأرض بالمراسلة أو كيف؟ لا بفكر نطلع كلنا سوا لفوق أو لتحت. أو لتحت. لأنه مش معقول اللي عم نشوفه. حاني الشغل من فوق والناس بدها السترة. اللقمة يا حبيبتي أهم من الوطن وأهم من الدين. نعم. لما بيجوع الإنسان وعم بيموت ما بيعود يسأل عن حدا. نعم. بيصور بده يخلص بحاله. بقدر أقول لك شغلي، بس أنا يعني مش مبسوط أبدا باللي عم بقوله، انتبه إذا فكرني مبسوط، لأنه بس عخبرك شغلي مش من زمان صارت يا حبيبي ومؤسف، يعني فليت وفكرت فيها كتير. يعني صرت عند ناس بمنطقة مسيحية ما رح سميها هلا، وهي منطقة تعتبر قلب بيروت، وهي منطقة يعني اللي فيها الأمل، يعني هي من المناطق اللي بحسها انه بتصلي بالمنطقة الغربية طبيعيا، وما قدرت الحرب تعمل فيها شيء. اوكي بركي مختلطة، بركي بتقدر وين انت، بركي مختلطة اللي هي اسمها بيروت، يعني اللي بعدها بيروت، واللي شيء رائد شوي الحرب بعد 92، يعني 91 رجع لها نشاطها وخطفت شوي من اضواء الكاثوليك، وفيها كنيسه وجامعه شبه جزيره جونا الميكايلزو هونيك، بقى رجع لها دوره الطبيعي. بقى سمعت حديث ببيت عند ناس انه ما كتير مطمئن، وناس انتبه لهم حق يكونوا مثل اي ناس عندهم انتماء، إلهم حق يكونوا كتائب طبيعيا بمنطقتهم، إلهم حق يكونوا قوات، وإلهم حق من بعد ما ظهر الجنرال عون يكونوا عونيين. لأنهم مع ولا مع فريق من الثلاثة، إنما الجو العام إنه هن ضد الإسلام. هولي لأنهم زعمة ولأنهم فعاليات سياسية مثل ما بيقولوا. شو قصدي؟ هذا شيء مخيف، ومسقفين الجماعة. يعني كيف في جامعات بدها، وفي يعني ما بدي اقول لك اكثر، يعني عم بيتوجه لك مباشره يعني يا استاذ الياس، يعني عم يعرف ردة فعلك على اللي عم بيعمله. حالي شاذ، انتبه، هو عم بقول لك اذا هولي واعيين ويعني هيك عم يحكوا، يعني الناس الغريزه بتشتغل معهم اكثر يمكن بالشارع وبيتحركوا اسرع منهم. انا بدي اقول لكم شغله، هذا شيء بخوف. ليك انا بدي اقول شغله، نحن بخوف هذا الاخره. انا خليني اقول لك شيء، بس انا مصر انه ما في بلد بالعالم فيه 17 طائفة وبيعيش بهالشكل. كنا عايشين بألف خير قبل 20 سنة مع كل السيئات اللي كانوا قلوها، وبعدنا بيمشي القانون. نحن سويسرا،
سويسرا كونتونيت تلياني وفرنساوي والماني. هوفر الدين اذا بتقله بالغلط انت فرنساوي وبيكون هو من الكونتون تلياني بيقيم القيامة، واذا بتقله انت من كونتون الثاني بيقيم القيامة. نحن غزوها جميع دول العالم، غزوا لبنان بالطائفية جميع المخابرات العالمية وعربية واللي بدك يهون. بواسطة مين غزوها أستاذ لي؟ نعم بواسطة مين غزوها؟ ما ليك نحن مش أهم من روسيا. بدي لكم شغلي، روسيا وعظمتها، ومؤسف انه تروح هالقوة اللي كانت تعمل بالانس يعني تعادل، راحت ب 24 ساعة لانه اشتغل فيها المخابرات الامريكية والسي اي اي والعالم وهروها ب 24 ساعة. ما نعمل حالنا نحن اقوى من الاتحاد السوفيتي، نحن ماشي نحن دولة صغيرة، مين ما كان في يلعب فيها ومين ما كان لما تدخل المخابرات. اذا انا بدي لكم ضايعة قاعدة مسالمة بيفوت عليها واحد مسلح بيسكرها كلها سوا، فكيف اذا كانوا العالم كله مجموعين على بلد مثل اسمه لبنان؟ وانا بضحك من اي زعيم بيروح على امريكا وبس يجي لهم بيقول يا خيي لبنان مش على الخارطة. اذا مش على الخارطة ما كان بيجي الامريكان وبيقلنا بده يطلع عندكم رئيس جمهورية اسمه فلان، وما كانوا عم يتعاطوا كلهم سوا وكلهم استفادوا على ظهر لبنان. قبرص، اليونان، الدول العربية، فرنسا، ايطاليا، كلهم استفادوا من هالبلد اللي بينبع فلوس مش عارف من وين، والله يوفقه ويدل. بس هلا نحن بحاله اللي هي بتزعل الحقيقه، انه بس يحكي واحد عن نظافه بلده وبدي بلده نظيف يقولوا له عميل اسرائيل، فشر برقبته اللي بده دل يقول هالكلام. وهالكلام هذا رخيص، ولما منحنا عسوريه ما حدا بيضرب زهره ورد، ما حدا. انا بشارت، انا رابي نص حياتي بسوريا، ما في واحد بيريد يضربها بزهري. كل السؤال اللي بيسألوا أوقات هاللبناني المعطر ما سأل من 30 سنة انه يبا انا مطرح بصراحة الرئيس بشار الاسد بقول كلمة واحدة، بقول يا اخوان كل شيء رح يمشي. وانا بشارتك اذا حدا بيسأل بعشر سنين، بس مش مثل الوزير هلأ الاعلام اللي اجا هلأ امبارح وحكي هالكلمة انه منا حلوة. يعني نحنا بذكر منحب سوريا اكثر من هالوزير الاعلام، لانه ما بريد سوريا انا يغلطوا عن لسانة بعض الاشخاص ويقولوا انه مجموعة بدها تفنى. كانت ما حدا فيني هالمجموعة، حتى تركيا هيدا كان حده كمان وزير الاعلام، انا بذكر كان لازم احلق له كلمة. ما نحنا طبيعيين. وانا بسوريا معزز مكرم وعائلتنا مكرمة ومنحبهم وبحبونا، ما في مرة عنا مشكلة مع السوريين. بس ما يطلع واحد يغلط بعد ما حدا حكي غلط بكلمة من سوريا، مثل ما غلط الوزير امبارح. هل استاذ ليس، هل الحوار اللي عصاير اليوم بلبنان، ما بعرف اذا عم تسمعني منيح، هالحوار وهالنقاش اللي صاير اليوم بلبنان يعني عم بيورث الجميع وعم يدعي الجميع لتصريح وردات فعل وهيدا؟ نحن بعيد عن هالإطار هلأ بحوارنا، خلينا نضل شوي مركزين على همومنا. بدي أقول لك شغلة، عندك شي تضيفه أستاذ الياس بهالمجال؟ أنا بضيف إنكم يا ريتوا بتطلعوا تاكلوا معنا منعيش عند جوزيف نصيف بميروبا. يلا هلأ بنشوف زياد ونشح وكيف. بدي أقول لك شغلة، نحن عم نجرب، عم تسمعني؟ إيه. عم نجرب نحكي عن حالة أنت بتعرفها منيح، هي الاقتصاد. بس انما الست وردة مصرة تفوت بهالموضوع اللي انت هلا فيه، اذا لاحظت. نعم. عم نجرب نحصر الحديث كنا بمشاريع البلد ومستقبل البلد ماليا واقتصاديا، اللي انت بتعرفه ومنعكس عليك. وحكيتني من اسبوع كنت انا وياك راجعين بالسيارة، قلت لي انا اذا لا سمح الله صار لي شيء هالجمعة ما بعرف شو بيعملوا هالباقيين. نعم. تذكر هالكلمة؟ ايه معلوم. عم نجرب نحكي عن هول هودي الهموم، مين بده يحلهم؟ وين الحل؟ بإلغاء الطائفية السياسية أو بحكومة متجانسة أو عدنان عرقجي؟ عدنان عرقجي بيحلهم. وباسم يموت نزل سأل عن معاشاته ورواتبه نمرة سيارته الأقرب للحكومة هالنائب المنتخب، قال بده نمرة قريبة أكثر شيء للأرقام الحكومية. أنا سمعت الخبر. نعم. فانه طبعا يعطيهم العافيه وان شاء الله يكون عندهم وقت ليحلوا ازمات الناس قبل ما يحلوا ازماتهم مع النمر الزرقاء. بعده الناس عم ياكل منقوشه.
إذا بعدك معنا على الخط؟ إيه حبيبي إيه. أنا يعني هلا أنت بالمداخلة اللي عملتها يعني قربت شغلي كنت أنا مفكر أحكيها بالأخير. نعم. واللي هي يعني فهمها مثل ما قصدي أقول لك إياها. إيه. بيطلع لسوء الحظ بس تشوف الأجواء الطائفية هيك بين مش الزعمة بين الناس. نعم. بيطلع وكونك جبت سيرة سويسرا أنا حاطت نقطة كنت هون عن بعض الشخصيات ومنهم سمير جعجع. نعم. بيطلع انه هالانسان كان عم بيطرح شيء هل هو مصادفة انه هالقد هو فهيم او هو فعلا مصادفة او انه فعلا دارس البلد لدرجة انه كان عم بيطرح مشروع كونفدرالية او فدرالية انه يا اخي نحن فعلا مثل ما قلت في ملل كتير وفي حضارات مختلفة وخلينا نعيش ضمن نظام مركزي واحد بس باستقلالية ولايات اذا بدك ومؤيدة عندي على الورقة انه قد يجوز يكون هذا حال لسوء الحظ انتبه يعني انه لبنان اللي كنا نتذكره يمكن ما قدر يرجع يكفي بنفس الطريقة نجينا ربي من التقسيم زيادة لا يمكن عم أقول يمكن انه اذا بمطرح الأجزاء اذا رجال الدين بس هني يتحاور وبيمشي الحال واذا ما تحاور وما بيمشي الحال معه حق يعني انه بيطلع هداك المشروع البديل يا أستاذ الياس نحن نينا سمعين صوتها من حيية وأستاذ جوزيف نصيف أيضا وميروبة ومنشكركم على هالمداخلة وصباح الخير وكملوا معنا يعني كلوا عنا شي منقوشي يا ريت لك يا ريت الموسيقى الموسيقيين بيحكموا الأرض كانت السلام يا عم الأرض سيجاتي بريزيدان الغنية بتعرفها تبع مهمة كمان نعم. إنه عينوا كل هالموسيقيين وهالشخصيات هيك المسرحية وغيرها بالحكومات المهم شكرا ليس الرحباني ونينا وجوزيف نصيف لكم منا أطيب التحيات خلينا هيك شكرا معي. نرجع شوي هيك نحصر وهالمرة مع نجاح وكيم لا في خمسة قال زياد في عنده شغلات بده يقولها فبفضل انه هو لا لا قال بالنهاية بده يخبرنا سيناريو معين موصولة النهائية لا بعد رح ناخذ ربع ساعة او 20 دقيقة طيب. لان في اتصالات بعد طبعا اتى على ذكر الوجود السوري والتراشق اليوم نجاح وكيم بكل مسؤولية بدي أسألك وسألت هالشي لزياد ببداية اللقاء لأنه زياد من الفئة اللي ما بتنافق يعني مع سوريا ولا بتملقها ولا قال لي لشو يعني لشو عم يحكوا اليوم عن سوريا ليه هالموضوع أنه لشو ليه ما تروح اليوم للمزايدة بدي أسألك هل من المصلحة أنه نترك للشارع مناقشة موضوع هام اللي هو الوجود السوري بلبنان أنا برأيي إذا بتقصدي الشارع يعني الرأي العام الناس إيه من المصلحة الناس يناقشوا كل شيء كل قضية بس مين بيضبط هالنقاش ومين مسؤول يناقش مع مين ويحاور مع مين هي مشكلتنا بالضبط مش مشكلتنا باللا ضبط يعني اسمحي لي شغل تفضل أنا برأيي إيه الرأي العام لازم يناقش كل شيء بس تتقدم له معطيات سليمة وأنا قلت مثلا بيان المطار صحيح ولكن هو ربع الحقيقة الحقيقة إنه النظام الطائفي في لبنان نرجع له تاريخيا هو نظام الحمايات الأجنبية ومن هون كنت عم بسأل الأستاذ الياس إنه الدول الأجنبية بتدخل عبر مين مش بس عبر المخابرات الأخطر عبر الطبقة السياسية فإذا من هون يلي عن يقولوا بدهم سيادة لبنان أنا اللي بدي سيادة لبنان ولكن تنحقق سيادة لبنان بدنا نغير النظام يلي بتقوم عليه الحمايات والتدخلات الأجنبية لا. وأحيانا نحن ما بعرف ليش تتصور المسائل بشكل مزور كأنه لبنان شقفة من كوكب آخر لا تربط بالأرض إلا حبل صرة اسمه العلاقة مع سوريا التدخل الأجنبي في لبنان أخذ عدة أشكال وأنا بقول أنا ضد وبكرر بأكد عليها أنا ضد هذا الشكل من العلاقة بين لبنان وسوريا ولكن ماذا عن وطبعا هيدي لا تبرر مسألة السيطرة الأميركية اللي هي عم بتدير كل اللعبة وكل التدخلات تنقدر نمنع هذه التدخلات لازم نغير يعني صارت كتير مرتبطة بتغيير النظام السياسي في لبنان
انه تتصور تتاخد المسألة يعني الموقف من سوريا ما بيكون موقف مسيحي. والبعض يعني سمعت مع احترامي لكل الناس غبطة البطرك عم يقول انه الرئيس الاسد من زمان قال انه سوريا فاتت وما استأذنت حدا، كان بيقصد حدا بالخارج، يعني كان هلأ ممكن حدا يصدق ممكن ما حدا ما يصدق شيء تاني، كان بيقصد انه الرئيس الاسد انه قال ما اخذنا اذن اي دولة خارجية، بس كان عم يقول انه بناء لطلب فئات لبنانية. انا ضد هالشيء، بس الفئات اللبنانية بذكر انه الله يرحمهم اثنينهم الرئيس شمعون والشيخ بيير طلعوا لعند الرئيس حافظ الاسد وعرضوا عليه مش التدخل، عرضوا عليه الوحدة. فاذا بلا في فئات بالداخل طلبت، انا ضد هالشيء، انا مع اوثق العلاقات العربية اللبنانية السورية واللبنانية العربية والعربية العربية، ولكن مش هذا الشكل. ووقت اللي انا عم بعترض على هذا الشكل من الوجود السوري، يعني الوجود بسموه بين قوسين الأمن، أنا ضد الوجود الأمني للدولة العربية في مجتمعها، لأنه اقتصرت المسألة على هذا الوجود المخابراتي يلي عم بيقمع مش بس لبنان، عم يقمع كل الشعب العربي. ونحن بهالأمة العربية وأنا أنتمي لها مهزومين، لأنه المواطن العربي بلا حرية، وهي بترجعنا لكلمة زياد بحجة الحرب مع إسرائيل لازم كل صوت بالداخل يسكت وكل مشاكل الناس تتموت، وهلأ بحجة السلام مع إسرائيل كمان نفس القصة مكفاية، وبالحالتين الشغلة واحدة، شعب عربي ملغى. وأنا بحكي عن كل الشعب العربي لأني بنتميله، بس بصر على الشعب اللبناني الملغى بالأجهزة الأمنية اللبنانية وغير اللبنانية، وهذا اللي أنا ضده. استاذ نجاح، هالأزمة الوطنية السياسية البعض بيقترح مثل ما هيك شكلت ذكرت بشكل عابر إلغاء الطائفية السياسية، طيب برأيك بهالشد الحبال في السياسة وفي المجتمع، طيب بهالشد الحبال اللي داير اليوم بنظر البعض انه هالوطن اللي ما تحمل اقرار مشروع قانون زواج مدني اختياري، مين قال انه الوطن ما تحمل؟ مين قال انه الوطن ما تحمل؟ طيب كيف بيقدر انه يقر بالتوافق بدون حرب اهلية وغالب ومغلوب مشروع مثل مشروع الغاء الطائفية السياسية، وهو المبني اساسا على توازن طائفي دقيق وحتى بالإذن ديمقراطيته بالإذن ميثاقية توافقية؟ بالإذن الأستاذ زياد، آخر مداخلة لألك، أول شيء أنت ليش بدنا نسلم بالشيء اللي عم تطرحه الطبقة السياسية إنه هذا البلد طوائف ومذاهب وملل؟ أنا عم بشوف إنه هذا البلد شعب وطبقة حاكمة، وبالشعب فيه طبقات، وأنا بشوف ما في مجتمع بالدنيا بتلغي فيه الصراع. أي صراع بخوف، أي صراع ما بخوف. الديمقراطية بتقدر تحتوي وتقنن سلميا كل الصراعات الاجتماعية وكل الصراعات الفكرية السياسية، ولكن الديمقراطية ما بتقدر تحتوي ولا تعالج الصراعات التناحرية اللي قائمة على أساس مذاهب وطوائف وملل. فإذا أنا مع الصراع، تنقدر نفعل الديمقراطية لازم نصحح الصراع ونجعله بشكل سليم بين فئات بالمجتمع إلى مصالح اجتماعية، مش مصالح اجتماعية وتطلعات فكرية وسياسية، مش بين فئات مصادرة لمصلحة مللة بدون ما الإنسان يكون عنده لا إرادة ولا عقل ولا وعي. بالتالي خلينا نجي نشوف الحرب يلي صارت مولى الأثرياء. عم تحكي عن شيء ببلش قبل الأحزاب، قبل النائبات ببلش. مظبوط. سابق بلبنان الوحيدين اللي عندهم النائبات المنظمة هم اللي مش بحاجة لنائبات مثل الحكمة مثل المحامي، مش بحاجة يجتمعوا المنظمين بشكل أكثر. وين الاتحاد العمالي اليوم؟ منظمين التسعيرة. شو عملوا بالنقابات؟ يعني بالوقت اللي عم بيحكوا هلأ عن الوحدة الوطنية والوفاق وما بعرف شو، عم بيلغوا قوى المجتمع الأهلي وأهم شيء النقابات. يعني أنا طبعا بحمل قادة الحركة النقابية العمالية كلياتهم بحملوا المسؤولية وما يواخذوني، ولكن كمان ما في اغفل جانب تاني، مؤامرة الطبقة السياسية على الجسم النقابي بتطييفه بمذهبته وبالتدخل بشؤونه.
تدخلوا لدرجة انه بعتوا على انتخابات الاتحاد العمالي من فترة، منذكر وانا كنت هناك، بعتوا قوى الامن، يعني واحد مثل الياسر هابر زلمي عدا عن قيمته ودوره ونضاله، زلمي بمثل سنه يعني زلمي عم بيقرب على 80، انا شفت كيف شرطي ازعر حامله للياس الهبر، يعني مثل اللي حمله شي كيس وهانه وضربه وشحطه. فاذا هون اللي عم نقوله، وقت اللي منلغي من البلد ادوات النضال الاجتماعي والفكري والسياسي اللي بتقدر الديمقراطية تتسع لها، منكون عم نفتح البلد لكل الغرائز ولكل تناحرات الغرائز، يعني منكون عم نفتح البلد لحرب. واخر مداخلة يعني صغيرة، كنت عم بتقولي عن الوسط التجاري واعماره، الناس دايما ما بعرف ليش عن يلغولة ذكرتها، السؤال مين اللي هدمه؟ هل الناس بيعرفوا كيف تهدم الوسط التجاري؟ هل الناس بيعرفوا بانتظام انه اللي كان عم يدفع لهديك الميليشيا كان نفسه عم بيدفع لهالميليشيا، وكانوا كان في مبالغ تدفع لتدمير الوسط التجاري؟ هيدي بتتنسى للناس، تيتذكروا الناس بس انه محل الخرابي هيدي عملنا بناية، بس دمرنا عن قصد ثقافي، او دمروا عن قصد ثقافي، دمروا عن قصد هوية عاصمة. شو تعايش يا عمي؟ انا ما بآمن بالتعايش، لانه هلا هالمنطقة الجامعة كل الناس فقرة واغنية وكل الناس هيك بقبل. ايه نعم نعم، يعني نجاح وكيل حياتك حايس بدك تروح تتصيد سمك؟ لا لا ما بدي اتصيد سمك، عندي شغل مش حايس، حايس لانه فعلا ما بدي صادر اخر خمس دقائق طلبوا من زياد، وخاصة الحلقة بالاساس لإله. والله يمكن ما عادوا خمس دقائق بعد ما سمعنا الفاكهة. طيب قولوا عشرة، انا سكت. مرشحينك رئيس اتحاد عمالي عام نجاح وكيل من بعد ما تعتزل النيابي والبرلماني. هذا شرف لإلي اني يكون اخر عضو باصغر نقابة، ولكن انا ما باخد دور منه لإلي لانه انا مني نقابة، هذا لا، في بالحركة النقابية بالحركة العمالية ناس أكفأ مني بعشرات المرات لقيادة الاتحاد العمالي. تفضل دورك. طبعا طبعا مش بس عم بتلفن عياش وتلفن عياش، الهيئة صار في اتصالات كتيرة وأسئلة كتيرة ومن بعيد ومن قريب. بناخد مجموعة هيك مارون لو سمحت، عينات على 1485. مرحبا زياد، حاولنا شوفك بطريقة سلكية ولا سلكية، سلكية يعني تليفون لا سلكية مجديد، ما توفقت، شو بعمل برأيك؟ عيسى بدرامك. ألو، يعطيكم العافية، فواز جعفر عم يحكي من شتورة. بدي أسأل الأستاذ زياد الرحباني إذا سمحتوا، صمته بهالوقت وعدم الحديث الكتير، هل يعني إنه عم يقرأ الواقع السياسي والاجتماعي المحلي وناوي يكتب عنه شيء ويتنبأ لنا بشيء للمستقبل؟ وسؤال آخر إذا سمحتوا، ليش ما ترشح الانتخابات النيابية الأخيرة؟ وشكرا لكم. زياد الرحباني، بدي بس أقول لك أنه إن شاء الله يكون في غير واحد مثلك، لأنه أنا من 75 خلقين، ومن 75 عم بسمعك، من 75 بعد ما فهمت شيء، ما بفهم إلا اللي أنت بتقوله. مرسي.
اوكي صباح الخير. تحية كبيرة للأستاذ زياد وأستاذ نجاح. أنا نادر زياني عم بحكي، سبق والتقيت بزياد ما بعرف إذا بتذكرني، بس أنا أول شيء بدي أتشكر واردي لأنه استضافت شخصين من أهم الأشخاص في لبنان اليوم، وهن يمكن كان بده كل واحد حلقة لوحده لأنه ما بنشبع نسمعهم اثنيناتهم. بس بدي أقول شغلة إنه بالنسبة لأستاذ نجاح مثلا عم بيحكي ولا بيحكي 100% سليم، يعني طرب بالسياسة أنا بسميه، مثل ما في ناس بتغني كتير بس تسمع طرب، تسمع كنتوم غير ما تسمع واحد طقطق. نفس الشيء بالسياسيين، في ناس كتير بتحكي بس نجاح وكيم بيحكي طرب، مشان هيك أنا هلا كأنه سكران مبسوط. بقى بدي أقول أنا وين الحلول، يعني دايما عم نحكي وعم نسمع ولا بيحكي مظبوط، بس مين بده يعمل الحل؟ يعني كلنا نحط إصبعنا على الجرح ممنوع حدا يحكي بالأخير. فما إذا النايب ما بيحكي، الوزير ما قادر يحكي، فمين بيحكي؟ كلنا عارفين إنه الشعب اللبناني ما عنده ولا أي خلاف مع بعضه وما في مشكلة، والطائفية سبب كل اللي، بس اليوم في مشكلة وطنية لازم نطرحها وما نحط إصبعنا قدامنا ونتخبى ورا. وبليز بدنا حوارات من الشعب، ولازم بقى الحكام يوعوا، والانتخابات يمكن أثبتت إنه في ناس عم تصوت لناس يمكن نتيجة حقد على ممارسة حكومية سابقة، بس مش بالدليل تكريس لزعامات طائفية. بعدين حركة الشعب مظبوط ليه ما عم تنمى؟ بدنا إياها تكبر إذا مظبوط لا طائفية، وبيلتقوا كلهم على هالمبادئ. وأنا عم بحكي من برات لبنان، وبتمنى كنكون هلأ تحت معكم وأحكي مطولا. بالنسبة لزياد رحباني اللي أحسن ما أنتجه الشعب اللبناني هو زياد رحباني، والكل شيء قاله لو عم يطبقوا 5% أو 2% من اللي قاله بمسرحياته الزعمة لكان اليوم البلد بألف خير، وكل الطوائف متفقة على هالشيء. وأنا معه لما قال إنه زيانة المراجع الروحية شو إلا شغل، بس اليوم أنا بشوف لا إلهم شغل إنه غير الدين، لأنه وقت المرجعيات السياسية ساكتة أو مغيب دورة أو بايع قرارها ما بعرف لمين، بس على الأكيد مش للبنان، صار لهم حق يحكوا، بس مش بالتالي إنه طائفة تانية ترد يعني ويعملوها حوار طائفي. اللي طلبوه المطارني الموارني كان شيء أكيد بعتقد عبر عن الشعب اللبناني، أنا هذا رأيي. وأنا ما بدي فوت بهذا السجال، وبس بدي أذكره بشغلة، مرة كان مع جزال خوري هو أستاذ ميشيل سماحة، وحط وقتها عدة نقاط وقالوا إنه بيلتقوا مع بعضهم وبحطوا بعض النقاط الإيجابية. السؤال الثاني كمان، نحن بدنا بليز مسرحياته ضروري كانت سياسية ولا فنية ولا اجتماعية، لأنه هي شاملة. بعدين إذا في ناس ما عم تفهموا مشكلتهم هن، مش مشكلته هو عم بيحكي شيء يعبر عن واقع لبناني. سوري طولت بس مضطر أحكي لأنه أنا من برات لبنان عم بحكي. وبليز بدنا بعد مسرحيات وتكون أكثر تفهما، وبتمنى عليك أستاذ زياد كمان العقل زين يرجع ينعمل بروجرام تاني، وبركي على صوت لبنان لأن نحن نسمعها عبارات لبنان. وسوري إذا طولت، وألف تحية لكم، وإن شاء الله بنرجع نلتقي بلبنان وكون لبنان صار أحسن من هلأ. وبس ما في أحلى ناس، حلو إنهم أحلى ناس، حلو إنهم يحكوا يا أخي، هن اللي بيضلوا ساكتين شو يعني؟ هذا اللي قلته هلأ شو يعني؟ ما أكثر مقطع بالحلقة لازم تسمعوه هو المقطع اللي ما بيعجبكم وبتحكوا انتوا عم تسمعوا. يسلم تمك، كنت عبتمتم هيك على اللي على كثير على اللي قاله. احسن ما انتجوا الشعب اللبناني زياد الرحباني على القافي. نحن بدنا نحيي نادر زين ونقول له صباح الخير، عم يحكي من برات لبنان. بس بدي اقول له انه الشيء اللي صار مع ميشيل سماحة كان فعلا يعني ما كنا عم نطلع، بس ما عاد في متابعه، مش ما عاد في متابعه بالضبط لاوضاع كل واحد الشخصيه. هلا يمكن هو ما بعرف شو اوضاعه، بس انه هو بعرف انه هو عم يشتغل، نعم عنده شغل يعني يعتش منه، رشح الانتخابات أنا كمان صراحه يعني انه هذا عمل يومي، هذا يعني اذا واحد وضعه الماده حال هذا عمل ما بيطلع منه مصاري الواحد. نعم انه انا يعني مرأب باوضاع ما خلتني اعود افكر غير انه بدي كفي الاسبوع والشهر يعني. ف
آخر شيء هو بيقول لك بدنا مسرحيات، يعني أكيد أنت الأكثر واحد بدك مسرحية حالياً. لا الشغل اللي كان عم ينحكى عنه ما عمش يسمعه، هو شغل مثل اللي عم بيحكي فيه نجاح، يعني شغل يومي مع الناس، بس أنا بوضع كنت إنه ما أنا عارف رح أوصل له هالقد يعني. نعم. ما عاد قادر يعني، صار بدي بدي واجبات معينة مادية شخصية يعني يومية على أي تفكير تاني بسبب رداءة الأوضاع العامة. نعم. والآنسة اللي تلفنت ما عم تفهم إلا اللي أنت بتقوله، كمان منحييها عنك. أكيد منحييها، وإن شاء الله نصير نفهم على بعضنا نحن الشعب اللبناني. بس حالتها يعني حالتها مش منيحة يعني. إيه أكيد إذا من 75 لهجتها ما عجبت كلامك يعني أثر فيها سلبا يعني، يعني أكيد مش على نفسيتها. مش كتير مبسوطة إذا مش عم تفهم إلا علي يعني مش مبسوطة. من شتورة سألك ليش ما ترشحت على الانتخابات، وهل صمتك يعني قراءة للواقع السياسي المحلي وعم تكتب عنه؟ إذا هذا الزلمة ما ترشح يعني خلاص بدي أتعلم موسيقى، بس بعد هالعمر ما قالك ما قالك بيسمع من طرب هذاك. قالك بس يسمعك كلامك طرب سياسي مثل أم كلثوم، فيعني فايت بقلب الموسيقى صرت يعني وعتقيل. أما اللي قالك عم بحاول، عيسى بدران قالك عم بحاول شوفك اطلبك لا سلكيا وسلكيا وغيره، كيف ليه ما بيقدر يحكي معك؟ ما بعرف شارع المعماري. لا مش بالضرورة مش دائما هونيك، بس انه مش على هوا هلا بدنا. نعم طبعا ونعطي معيد طلبنا نحن بنعطيك رقم زياد وكيف ممكن تتصل بزياد. الكل عم بيقول في مشكلة وطنية، وين الحلول وبدنا حلول. هالمشكلة هيدي الوطنية إلى مشكلته كمان نجاح وكيم ذكر انه العلة بالنظام بالمؤسسات. هلا نادر قال انه وين الحال مع انه صار قايله مرتين ثلاثة، بس خلينا شوي نلخص هيك خلاصة، بركي حدا دخل جديد على المقابلة. اجا هالعهد الحالي زياد ورئيسه العماد امين لحود كله استعداد ورغبة وحتى طموح الى التغيير في الاداء والممارسة والى العودة الى بناء وقيام المؤسسات واعادة العدل والقانون والتوازن لكل الفئات والمناطق. البعض بيقول بلبنان ما بتنجح انقلابات ولا بتقوم تغييرات يعني هيك بسهولة، صعب كتير القصة. ولا طيب ولا محل تنجح بسهولة. طيب من بعد هالسنتين من الحكم الجديد شو بتقول زياد اولا تعليقا على هالسنتين، وثانيا شو بتقترح بالتالي بكل محبة لرئيس الجمهورية العماد لحود وهو مستعد دايما يسمع نصائح المخلصين يعني بعيدا عن المزايدات، شو بتقله اليوم هيك حكي مباشر منك لإله؟ أنا بعدني لهلأ مع الحكومة الحالية والعهد الحالي، لأنه بعرف إنه البدائل اللي مبينة مش مطمئنة أبدا. هلأ هذا ما بيعني إنه في مثل ما قال نجاح من شوي إنه بلشوا شيء وغلطوا العالم ما عاد تصدقت. إنه المواطن ما بيرضى تلقطي واحد عم بيفك درفة باب وواحد فاكك مبنى درفة البلد مبنى زيحه فاكك ومفككه بالليل كله ويشوفوه بعده فالت. بس مشروعه لنجاح عويس كثير يعني عم بيوصل على شيء دائما بقوله بتضحك علي، إنه مشاريعه مضطرفة رغم إنه هو يعني بتلتقي مع شيء نحكي عنه اسمه العسكر. أنا مثلا يعني اعتبري بنص عقل، بس في اوقات وش بنلتهي انا لا ضد العسكر طبعا عم بقول لك، بس انه اللي عم تطالب فيه انه توقف فجاه يعني مين بدك توقف مثلا رئيس مجلس نيابي اللي نقول افترض هيدي بدك تكون يعني عبى مخك على ومش سئلين عن شيء بقى. وهلا قلت عن جورج ارم انه ما زبطت معه يستقيل، يعني عم تحكي بشكل ما شيء بيشبه شيء انا دائما بطرحه بعد ان احنا بلد ما بلغنا سن الرشد. معلش معك قديش عمي ليس بحب لبنان، انا بحب لبنان كمان، مشان هيك متاسف واساسا بدليل ما رحت ولا نهار بكل هالحرب براته اعتقدت انه انا بقدر فيد بشيء هون، وكنا قاعدين نتمسخر ببدايه الحرب على كل واحد في لبنان ترك لبنان. عندنا حلقات على الاذاعات كنا نطلع الاولى ايه، بس انه شيء مؤسف انه يكون هيك لبنان كمان. هي القصه مش غرام. شو رسالتك؟ مش غرام يعني افلاطون الانسان اخر شيء بلده مطرح ما بيعيش. عرفت كيف؟ ما في انه مثل ما الراسمال ما له بلد وما له وطن
مثل ما يا عمال العالم اتحدوا لأنه كلهم مثل بعضهم لأنه الرأسمال بيتحد وين ما كان ما هيك. الحقيقة أنه البلد مش هني هالكم شجرة الحلوين يعني، ما هو الله سبحانه وتعالى هو خلقه، مش نحن عاملين، ما قلنا مش مفضلين بشيء على الطبيعة. ونحن إذا مفضلين بشيء إنه يعني تصور تكون على 1000 متر بتعبي مي بالصهريش بكفيها. وإذا واحد سألوه ما عندك إنترنت بالبيت بتقول له لا، بيقول لك إيش كيف بعدك إنترنت وبعدها نقليات المياه ماشي. إنه نحن أنا ما كنت متصور إنه بالريف ممكن يكون عم بيعبوا بالصهريش. لا مثلا لفترة قريبة تصورت إنه يعني إنه يعني بيع وفي نبوعة وفي يعني لك وين بأي مرحلة بعد ما إنه في ضيعة على حدود اللبنانية السورية احتفلت بعيد الكهرباء من بالشتوية. صار عيد وطني عيد الكهرباء، صار في سيف وترس ودبكة وكذا، عيد الكهرباء سموه بآخر مساعي كان عنا عيد الكهرباء. بس يبقى هو المجموعة من الناس بيحتفلوا إنه رجع دار المولد وبيدبكوا بيعملوا. هلا نحن بسنة 2000 وبنفس الوقت يعني آخر جاكوار بتكون بمعرض فيها تكون تاني نهار ببيروت، بس ما إلا قطعة غيار وما في واحد إذا طفي فيها لما بيعرف يصلحها. إنه هين صرعوا فيها مثلا، أجوا بعض الموسيقيين عزفوا نازلين على الاستوديو ليتمرنوا، شاف سيارة قال لي هاي بعدها بالمعرض، ما في منها بالشارع هونيك. هولندي هو. إيه مثلا إنه نحن فعلا ظاهرة ومعتدين فيها، انتبه يعني إنه بنعتد فيها إنه نحن كتير حديثين، نعتد فيها كناس مش كمسؤولين. بس اللي عم تقوله بيأدي، انا برأيي انه انا اذا بدك تقلي شو، انا بعد ما طلعت نتيجة الانتخابات كان لازم الرئيس الحوت يعني الحل الطوارئ دغري على كم يوم بس ليشوف ليش صار هيك. بعدين يرجع يقولون نسمح التجول بالنار. رسالتك لهالرئيس المستعد يسمع بس دولة قانون ومؤسسة. مش عم بمزح انا، مزبوط قال نجاح بلشوا بشي وقفوا يعني. طب كيف ما طب ليه موقف؟ انه ليش ما حدا بيستقيلهم؟ شو فيها ويستقيل اذا ما اذا في حدا عم يضغط عليه صحيح يستقيل. مثل ما كنت حاطط نقطة بدي اقولها عن الجنرال عون، انا الجنرال عون مثلا وقت صار هجوم على بعبدة كان لازم يضل ببعبدة، مثل ما بقيت مرته وبناته ببعبدة وكلنا بنعرف وهي مش كبار، كان لازم يضل فوق اي مشروع ضخم مثل هذا. يعني لو ضل فوق انا بأكد لك ما حدا كان استرجع ازاي، لأسباب انه يمكن هذا قائد بمرحلة، واذا ازيو احسن واحسنين لانه كان فعلا صدقناه يعني، لانه ما كانوا يحطوا الا مسرحية جبال الصوان ومدلج اللي مات على البوابة. انه خلي طب انه خلي يجي شي مرة واحد اسمه مدلج عم مظبوط يعني، انه طلع شاطر كمان ما مات هو. ولو ظهر عمل حكومة منفى برا وعمل شو طلع كمان بألف شرط ورضي فيهم انه ما بيتعاقب السياسة مثلا يعني. عم بقلك انه كيف نحن حتى الزعيمات اللي بعض الناس لحقوها كيف وين بتوصل انه ما هو حق فلان ما مش عاجبك استقيل. انا عم بقلك انا اكتر من هيك، انه نحن مش حيركة بالبلد مادام هو نفسه التاجر المستورد هو الصناعي يعني، يعني هو بيقدر بحاله، هو اللي بالعالم ضد بعضه يعني. اذا انت بتعمل واكثر من هيك هو اللي بيشرع كمان وبيطلع هو ذاته نايب، ولا تكون اوقح شيء بالعالم بيطلع هو ذاته الوزير ساعتها، عارف كيف بيشرع وبيوافق واللي بدك اياه يعني. مفروض اذا تقول بشجع صناعه مش معقول يكون عنده ماركه بيستوردها للشوكولا وهو بيصنع شوكولا. طب انه هو يعني يعني اذا حاصر المنافسه فيه يعني هو كتير ذكي، بس مش هيك عم بيصير يعني. بيطالب بقصص بيطالبوا فيها الصناعيين، واذا اذا اذا اجت تنعطى بتضر التجار اللي عم بيستوردوا، ما هو ذاته بينضر هو اذا اذا شرعوا له او نزلوا له الجمرك او كمستورد او نزلوا له المواد اللي بيعوزها بالصناعه يعني. هو ذاته كل هول يعني. هذه كيف مثلا رفيق الحريري عنده حل؟ لا ما جايبهم معه كلهم هول، جايبهم باللائحه هالناس يعني، عم بيكرس هالنظام اللي بنعتقد ان احنا انه هو في غلط قبل ما يكون رفيق الحريري او سليم الحصب شو قادر يعمل. انا اللي بدي اقوله انه ما حدا باذن الله وبقوته ما حدا رح يقدر يعمل شيء، لانه ما في مقومات مبين حدا عم يدرس شيء لبعيد من التخطيط من قبل الوحده الوطنيه يا سيدي. ايه ما حدا عم بيدرس كيف بدها تعيش العالم يا اخي، ما حدا بيحكي بالعدل الادنى، ما حدا بيحكي بالضمان الصحي،
ما حدا بيحكي إذا واحد قلب كيف بيدبر حاله بالمستشفى. كلها شركات رديفة على الدولة طلعت وكلها بلشت إنه عرفت كيف إنه بدك تأمن. ليش بده كل الناس مجبورة بشركات تأمين صارت الدولة رديفة. إيه إنه فعلا هيك وصار في شركات أمن رديفة هي بلشت أيام الحريري كمان. أسامي يعني كأنه ناقصك أجهزة أمنية ودرك وشو ومالهم 16 برا شو بدك السيكوريتاز يعني أو غيره يعني إنه كل محل أو ما هذا عنده شيء أمن خاص عرفت فيه كلهم عم يجربوا يحلوا محل الدولة كأنك بأمريكا اللاتينية أو مدري وين أو إنه يعني إنه عم بيقلدوا بلدان يعني أساسا إنه طب أوكي إنه إذا سامعين سماعية عرفت كيف إنه الإف بي آي شركة خاصة بس هديك الإف بي آي شركة خاصة يعني في عندها 100 شرط وواحدة مش في 90 جهاز أمني مع بعض المشكين لا عرفت شو قصدي إنه أنا في توك يعني بنظامنا مش معقولة هيك على نتعة أو على تقديرات شخص واحد هيك يكون هو شايف شيء كلنا ما حدا قادر يشوفه من كذا سنة كلنا مش أنا يعني وأنت إنه كل هاللي تعاقبوا على هالنظام بدون يعترفوا إنه بده شيء البلد ليكون قائم بحد ذاته بده شيء كتير كان عنده كم شغلة حكينا عنهم راح ثلاث أرباعهم كيف بدك يكون وضع البلد هلا وبس تجي هذه قلناها بالمداخلة معك وقت كنت على التلفزيون آخر مقابلة إنه بس تجي تمنع اللبناني عن الرشوة اللي هي جزء من معاشه بشكل رسمي وغير رسمي يعني معروف الدولة هي بتعرف إنه هذا لازم يتبرطل بس ما نشوفه يعني لقي له شي طريقة لا كيف إنه بالجمارك حلوها بيخلصوا في شيء اسمه ناولون بالفاتورة مطبوع ناولون من فعل ناولني أنا إنه بس تجي تمنعه وتقله إذا في واحد ارتشى خبره عنه طب هذا صار دغري بنص معاش أو أقل ما بتعرفي قديش عم بيرتشي لأنه طب هذا أكيد بدك تخلق له ضائقة اقتصادية ما عم تحكي له بالحد الأدنى بس ما في شعب بالدنيا ممكن يعيش على الفساد إيه بس بتركيبتك هذه من زمان موجودة من قبل الحرب اللبنانية إنه معروف وصلنا للحرب كفاية المعاش مش عم تدفع له يا الدولة هي مفترض إنه هو بيطلعه حربقته حربه إنه إيه بس إيه جاي عم تقول له هلأ هي ممنوعة زياد إذا بتقول لرئيس الجمهورية عم تخربت النظام نفسه لعوات العالم عليه إذا بتقول لرئيس الجمهورية اللي إجا إلى الحكم بخطاب قسم واعد وفش خلق الكتار الناطرين هيك كلام ليش موقف انا قيدت لك عم ليش موقف وبده ليش موقف بده تكنوقراط وعسكر مش تكنوقراط وفعاليات سياسيه وزعامات انه اذا ما اجتمعوا بالحكومه بيخرب البلد مش مزبوط انا هيك رايي لا البعض بيقول انه ما بحب العسكر ما حق بس حكي مش انه حب حكي كم شغله كلهم بيصبوا باطار العسكر مش انه بحب او ما بحب أنا ضد أي حكم عسكري أنا ضد طبعاً كل شيء بيصادر إرادات الناس لأنه بيخلي حريتهم. المجتمع متخلف صح البعض بيقول مش بس على الأنظمة والنصوص بس الناس كمان كل الناس من جمهور الأحزاب تحديدا حتى اللي سمت نفسها وطنية علمانية طب يعني هني وينهم يعني بدي أسألك سؤال هلأ شئنا أم أبينا سوريا تطورت من 15 سنة ولا لا كدولة هي التطور وين؟ ما بتعتقد انه النظام فيها بيشبه نظام العسكر؟ ليش نكذب على بعض؟ ايه بس تقلك عمل الدولة التطور وين؟ التطور محترم. مش وين؟ ايه واكثر شوية من المحترم في اكثر من هيك انا بقول وعم بحكي مش انه لو بدي اسألك سؤال خل معلش عم اقطعك لانه انت هلا بنص الحلقة بكرة اذا قالوا لك يا بتسمعها قطعتني كمان خليني اقطع طيب انت ديمقراطي انه يعني ليش لا عسكر يعني لو بدنا نقول لو ميشيل عون وصل مشروعه لمحل بشو كان وعدنا بوودستوك ميشيل عون او بهايد بارك لو الله يرحمه بشير جميل وصل على الحكم ما اغتلوه يعني بشو برأيك كان وعدنا انت بتعرف الله ما بدنا نرجع يعني مش هو تحديدا يا محلى ايام بشير جميل عن شو شفنا بعدين هلا الكلام كله بيقولوا نفسه يعني كان عم يحكي كلام كتير ديمقراطي وطبعا فين اللي كان جنبي بتعرفه يعني النكت المصري ايه. فين السقافة فين عيام عبد الناصر النكت المركبين انه حكوه قالوا فين تشكيع الزراعة وفين كذا وفين اثنين جايين مع بعضهم قعد ذاك ام تاني قالوا فين تشجيع الفن فين النقابة فين اللي كان جنبي فاتت جنبنا شيروه هو طلبهم اللي بدهم يحكوا جرفوا
يعني انا انا بجاوب انا عاطل المخابرات انا بجاوب بجمله العفو انا بجاوب بجمله واحده انت حكيت شغله امبارح عن العولمه اللي عم ببشر بالعولمه اكثر شيء الامريكان وفتح اي جانب من العولمه عم ببشروا الامريكان عند الباقيين يعني عند الباقيين بلا دول وبلا مركزيه الدوله بس عندهم عندهم مركزيه الدوله اكثر ناس عندهم دوله الامريكان وانتفاضات براغ يعني والهيدا هيدي رسائل لواشنطن يعني يعني ضد السمك الكبير يعني عفوا انا باختصر بجمله على اساس العولمه انا يعني ضد كل ما يلغي ارادات الناس لانه الشعب اللي بنلغي ارادته بنلغي قدرته على التعبير على فتره على فتره خي دوز لا لا عفوا في متواصل في مراحل انتقاليه بس كل شيء بيلغي ارادات الناس هو شيء بيسبب ضعف ما بيسبب قوه. طيب وين الاحزاب يا استاذ نجاح وين هي الزعران جديد بالاحزاب الأزعر... خلينا الناس تعبر عن نفسها عبر الاحزاب يا اسمحي لي شوي الازعر شو بتعمل معه نعم الازعر شو يعني الازعر بينطبع عليه حكم القانون ليش مين قال لك ما هي خلايا المجتمع خلايا المجتمع خلايا بدك تتكل على عائلته شو بتربي كل عائله بتربي شكله بالطائفه بدك واحد شيء اسمه دوله مظبوط تربي هالمواطن اتفقنا هذا اللي عم نقوله بالعسكر نحن لا العسكر مش بالضروره يعملوا دوله في محلات كثير مش انه اذا واحد كتب كلمتين بوقفوه لا ما هيك اصلا حكم على طريقه العسكر يعني بشده بصرامه بقانون العسكر دمر الدوله وانا بصرامه وكعب طويل كمان في محلات يعني ليش بنقول العسكر منه مبدا عسكر او لا عسكر مش هيدي القصه القصه كيف نبني دوله بيقدر المواطن يحس انه بينتمي له وفعال من ضمنه وبالدول وبالدول الديمقراطيه بتلاقي انه قمع الجريمه ما بيقل اسوي عن قمع الجريمه بالدول الديكتاتوريه برايك الحل بتاسيس احزاب ديمقراطيه ووضع قانون متطور للانتخابات على الاقل حتى بده يفوت على احزاب لا عم نقول احزاب جديده متجدده الشباب ديمقراطيه هلا اذا بتشوفي عم يعني مش على فكره المساله مش ناطره قانون انا بقول لك القانون اللي هلا عم بيحاولوا ما يطبقوه بيتريزلوا عليه القانون هذا كتير معقول قانون الاحزاب والجمعيات الموجود هلا يعني مجرد علم وخبر بيقدموه مجموعه بس عمليا السلطه عم تقمع هالشيء هلا قصه الاحزاب مش القصه بس قانون كيف من الثقة إعادة الثقة بالأحزاب من إعادة الثقة الأحزاب بتستعيد ثقة الناس فيها عن طريق حقيقة المشروع اللي بتقدمه مش عن طريق إنه بيقولوا شيء وبيعملوا عكسه نعم خلينا نختم هيك معا بشكل إيجابي بظل هالاهتزازات السياسية الوطنية الاقتصادية المتسارعة يعني والمتصاعدة معلش بدي أرجع لو كان زياد بده يرفض هلأ ولو كان استاذ نجاح كمان في حكومه بدها تتشكل يعني مش لازم هالحكومه الجايه تاخذ على عاتقها هالهموم وهالمشاكل وتلاقي ولانه مشروع حل لها اذا خلوه تكون متجانسه هيدي عم تحكي عن اذا خلوه للمكلف تكون متجانسه عم تحكي عن هلا تكليف واحد يعني بالتداول هو رئيس الحريري هو هو ضروري اسماء تشكيلي يجيبوا له هو يعني ما في هو قايم بالمشروع ماذا هو. عن الاسماء والتشكيل والحجم وطبعا انواع الحقائب من زاوية الشفافية مسلوحة الشاب اللي عيمينك عيميني بتمثل حضرتك طبعا بشكل جيد جدا نبض الشعب فشو بدهن الناس من الحكومة الجاية اي حكومة بدهن الناس ستي تتلاقي بصيص انت امل انت عم بتفتشي على الحل بقلب العلة ما القصة الانتخابات مجلس النواب اللي بتنبثق منه حكومة ما الانتخابات سيئة وغلط مجلس النواب بالتالي سيء وغلط الحكومة سيئة وغلط بتقلي شو بدك من الحكومة بالمجرد شو بدي من الحكومة بدي قانون بدي تخطيط سليم للوضع الاقتصادي الاجتماعي لتطوير بأي أسماء بأي أسماء مين بتألف مين بتعطي هلأ ألف حكومة أنت وزياد بألف لك إياها بسهولة بالضبط من خارج اللي طلعوا عسيرة اللي طلعوا زياد زميلنا الصحافي محمد شقير رح يجيبوا السنيورة من خارج اللي طلعوا نعم جاي السنيورة لا ما السنيورة طلع مرشح السنيورة مرشح هلا السنيورة عبر غيره يعني انا عم بقول مش عم بقول اسماء بس عم بقول التركيبه اللي طلع من خارج اللي نجحوا بالانتخابات مش اشتقت له للسنيورة بشرفك اشتقت له للسنيورة بلا لاي سنيورة اشتقت فستو سيدة او كله كله
كله على بعضه حلو سنيورة. كله على بعضه حلو. طيب تقول لك ما الحكومة هاي اللي بسياستها الاقتصادية كانت عم بتتابع السياسة اللي قبلها. نعم. يعني في سياسي واحد بيغيروا اكيبات الشغل بتطلع النتيجة كارثة في نظام يعني. ايه مزبوط. نحن شي فظيع، نحن اقرب شي لشي فظيع بس وين؟ شي فظيع بس مش مين ما كان. نحن مختلفين حتى على الأسباب اللي وصلتنا لهالحالة. كل واحد منا بيفسرها شيء وبك تسمع له، وإلا ما بيكون في مشاركة، وطالبين طاولة مستديرة لهالأفكار، وما حدا همته النتيجة. يعني إنه قاعد مش بمحله، ما حدا منتبه إنه ما عاد حدا قاعد بمحله، ومش هيدا المهم. هيدا مش مهم، لا المهم كيف لصارت وشو الأسباب والأبعاد، شو المسببات والخلفيات لك الكلمات، شو التوجهات الكامنة انتبه وراء هالممارسات والوقائع لك هالروائع بأدب اللغة. لا نحن هممنا شو المخلفات وشو الذيول، شو الحيثيات والمؤشرات وشو المعطيات والحوافز وشو التفاعلات والرواسب والترسبات وشو الآفاق السياسية والمدى المنظور والقريب العاجل والإمكانيات المتاحة والتطورات. والهاي شعبية صارت تطورات في التقلبات. وينك رايح تقلبات؟ وين رايح بالخطوات على ضوء معلومات اجتنا والنشاطات والآليات ولا التحركات؟ ما بقي ات وإيه وكلهم جمع مؤنث. جمع مؤنث نعم. طبعا مثل ما عم نفهم من شوي ذكرت عم تحكوا عن نتائج الانتخابات والمجلس الجديد قلت عنه سيء وغيره وغيره والقانون سيء. زميلنا صديق الصحافي محمد شقير قال لي وردي في نواب لايت ونواب كاملين الدسم. يعني اللايت بيقصد فيهم ما بيمثلوا المفروض يمثلون، يعني جايين هيك تحت عبايات معينة، وفي مجموعة هيك ولو صغيرة من النواب كاملين الدسم بيمثلوا، يعني خاصة عند الموارنة. هي هو التعليق على اللايت أكثر. كمان الصحافة يعني تسمح لنا. شفت ليش بدها جيش؟ لا مش أنت تسمح لنا، عم بقول عن محمد شقير يسمح لنا. ما الصحافة كمان لايت، كلها لايت هيك كلها دسم. يعني انه كيف فيك تبكي الاعلام هيك بتكي ببلد؟ يعني هيدا تعليق يعني مع احترامنا لبعض الصحفيين. ايه انه مش هيني بس كمان. انه هيني يكون في نواب لايت ونواب كاملين الدسم برأيك؟ لا هذا شيء طبيعي بالحياة. انواع البشر. ومين بيأذي اكثر؟ اتقل من شيء. مين بيأذي اكثر؟ اللايت ما بفتكر بيأذي، اخاف بيكون لا لون لا طعم. ايه نعم. كنا عم نحكي عن الشباب ومستقبلهم وغيره. كل يوم بالصحافي عم نفقد شباب بسبب جنون السرعة. هيدي صورة حملتها معي هالأسبوع بشارع بلس، سيارة طايرة طيران كأنها طيارة طايرة بالجو، مش بقلب شارع بلس اللي هو هالقد ضيق وهالقد في زحمة سيارات ومطاعم وناس وجامعة وغيره. مدري شو صار بيلي سيئة، حرق 4-5 سيارات احترق وغيره، فزز سيارات تاني. المهم نصيحتكم انه لهالشباب وجنون السرعه والسيئه، هو الشباب اللي عم يفتشوا على مستقبلهم. طبعا عم بيعبر الى الهجره واما الى الموت. يعني ايه عم بيعبر، اكيد عم بيعبر عن شيء. يعني هذا يمكن مش عم بيشتغل كل النهار غير هالشغله، انتحار يعني صار السيئه. لا فعلا انه في وسائل تعبير لفش الخلق كثير، يعني منها هذه قصه طريقه السواقه. يعني بس مسؤول عن نفسه، بس ما مسؤول لا طبعا غيره. بس هذا يعني الله يرحمه راح وتوفى، يعني يا ريت بتقولي له لاله تفرج على السياره وقدر شو صار. المهم زياد، ليش الناس الفقراء مهضومين؟ لأنه ما عندهم شيء يخسروه. يعني بيحكوا اللي عليهم واللي ما عندهم شيء يخسروه. عموما شفت كاسترو بالأمم المتحدة ممتاز، شيل هالمحرمة وغطى الضوء ليأخذ وقته بالحكي. إنه ما يترم له الضوء قديه، وأنت تسكت وأنت بتحكي. إنه هالفقراء المهضومين هودي لوين بدهم يوصلوا بالحياة؟ مقابيل كميات من السقالي وتقلت الدم. لا والله في ناس مع المصاري مهضومين كمان، هول الشيء بيموت. يعني انه بس انا بس اعرف شو عم بيمارس الواحد، ما بعود اقدر اشوفه لا مهضوم ولا شيء. يعني اذا بعرف واحد بلا اخلاق، لو كان اهم ممثل كوميديا بالعالم
إذا بعرف إنه بلا أخلاق ما عاد يضحكني مثلا. يعني مثل بس يقولوا لي الزعيم الفلاني ممتاز كثير وشخصيا قعدته حلو وكذا وأعرف شو عمل ببيروت الغربية أنا. ما ولا ما في قوة يعني ولا يمكن أقبل زعيمته عزيمته وحتى لو آخر شيء انتهت بأنه يحطوا لك هيك سيارة نص مفخخة إنه لأنك ما بتقبل الزعيم يعني. هيدي عم نرجع لايام الحلوة. عم نرجع ايام حلوة يا مش بس الحنش عنده ذكريات يعني ان شاء الله يا منا اذا ضلينا هيك الشغل قليل يعني بلش نكتب مذكرات اثناء الحرب. بس هيدي كمان بتجيب مصاري كتير لان مذكراتك دسمة كاملة الدسمة. زياد بالنسبة للتحرير وتحرير الجنوب وخروج الاحتلال نظرتك انت كزياد الرحباني للي صار بالجنوب شو ممكن لا تقول؟ تعليق اطلاق لا تعليق نظرتك بالمقاومة والوضع الفلسطيني اليوم في انتفاضة مقاومة شيء مهم كثير بس كان حلو يكون مسموح لكل الناس يقاوموا أو يشاركوا بهالانتصار بالمقاومة اللبنانية طبعا بس الانتصار كان للكل لأنه بلشوا ناس وبعدين صارت محصورة شوي نوعا ما كان منيح أنه ما حدا يقول أنه هول بيقاوموا هول هلأ بلا ما يقاوموا بس برأيك النصر ما كان للجميع؟ بعتقد عملت أكبر نصر ما نريك بعد من لا تعليق أكبر نصر كان لإسرائيل بدليل الحشرة اللي نحن محشورينها كلنا سوا وسوريا تحديدا كيف؟ وكل هالأصوات اللي بلشت تطلع كتير إلى يعني عملوا ضرب زكا كتير الأمريكان إنه فصلوا المسارين عن بعضهم بليلة لو زياد الرحمن ما أعرف أنا عم بحكي عن فشي لا هلأ صار مستمع نجاح وكيم خبرتنا انه بالنهاية عندك نوع مش بس الشانسونية بيحبوا خاصة بس يحبو. بلش سي ان ان يصور الشريط وشو عم بيصير من جهتنا والحضارة اللي عم يستقبلوا فيها الاسرائيلية ذات الحجار والتبسيق والشتائم وصفونا انه يعني نحن ما عرف مش فرجوا صورة عنا مش منيحة للعالم برأيك هالشتائم هيدي يعني والنقايفة والحجارة وعلينا كذا شكوى من إسرائيل لحد هلأ مش ممكن تستعملهم إسرائيل حجة لعمل ما إذا كلينتون بدو تستعملهم إذا ما بدو ما فيها السنة لا زياد بالنهاية أنت تعرف أنه إسرائيل مش أقوى من أمريكا أكيد أمريكا أقوى كتير من إسرائيل على كل الأصعد والانحياز الأمريكي لإسرائيل وخاصة بالقرار يعني أنه مين كان يهدي الوضع بجنوب أوقات غير الأمريكان أنه هلأ روقوا شوية قلت انه بنهاية اللقاء عندك شيء ليش بس الشانسونية بحق لهم يكتبوا ويتقلدوا وينتقدوا بقى لو زياد الرحباني انتج مسرحية لها الزمان هيدا بلبنان شو ممكن يعنونها او اذا بده ياخد يعيد مسرحية رحبانية لعاصي ومنصور لا نعيد مسرحية شو اذا مثلا شو بتعيد مثلا بتعيد الاسم الشخص الكويس والاجهزة الاشباح مسرحية شخص مسرحية شخص كويس واجهزة اشباح شخص كويس وزعران فالتي بالطرقات انه شو بتكون نقينا الشخص شو عندك شو بك تقرأ لنا قلت باخر هاللقاء مش عم بقلك هاي فيها تكون مسرحية مش عم بحكي يلا كلنا سمع خاصة مروف لا انه فيها ديكور لانه انه نحن المشروع اللي بعتت كان عم بتحضر له ب93 لا لبنان انه شو ممكن يصير مستقبل لبنان ليرجع يتنشط اقتصاديا هو مشروع نحن جزيره علما انه نحن مش جزيره انه يصير نحن جزيره باي معنى انه صحيح عندنا اتصال بكل العالم عم بقول لي في اشياء بتطلع بالعالم تاني نهار بتكون عندنا بس نحن فعليا كتير منقطعين عن العالم وين صار بهالمعنى يعني في أبسط القصص وضعنا كتير كتير بدائي فيها يعني أبسط القصص هيك ممكن تعوزها يمكن برغة عرفت كيف تكتشفين مش موجود بكل البلد يعني موجود إشي أضخم منه كتير يعني بالمنظر هيك ممكن مسرحية تسميها فيترين بالجمع يعني لا هذه بتصورها أنا يعني مثل ما بخينا بيير صادق الله يوجه له الخير كل يومين كان ما عنده شيء إلا غير يرسم الحص وأحيانا بيرسم السوريين كمان أكيد هذا لأنه متشعب علاقاته مش لأنه هو مقرر يستشهد يعني هو اللي بتشعبين علاقاتهم كثير أنواع ما كثير الصحبة قويهم يعني نحن ما عنا الحمد لله من العلاقات بقلك أنه بس بحق لنا مثل ما أنه قويت شانسونية بتحسي إذا مغلط بيصلحوا له اياها بالرقابه يعني انه بدك تقلد
مثلا ميشيل المر، هاي احسن من هاي، هاي بتمرق وهي ما بتمرق. والرقابة على فكرة بكل عهد مش هلا كتير بهموها الناس اللي بينفسوا العالم، وانت بتعرفي بس نفسي دولاب شو بيصير، عش فيك تمشي فيه يعني. اول شيء يعني بيقولوا لك انه من هيك، انا اوقات كتير بستغرب الناس يقولوا لنا انه فشوا لنا خلقنا، او هاي مش ما شغلتنا نفش خلق الناس يعني. مشان هيك مش كل يومين في يكتب مسرحية لطعم الواحد. في ناس اشطر منا بالتقليد وبالهول اللي بسمون افشات و... عندهم غزارة. اذا بتلقطي الجريدة كل يوم فيك الف حلقة للتلفزيون يعني نص ساعة. نعم. هادي انا بتصورها البلد اللي نحن مقدمين عليها جزيرة بحكم انقطاعة، وبنفس الوقت اتصال مناخة معتدل، وبناتها حلوين وبيحكوا عدة لغات، ومن بناتهم العصفورة يعني لغة ما بيحكوا الاسرائيلية، الغبي يمكن يفهموها اني بس على بعض، تتعدد السقفات والطوائف اللي عايشينها فيها، بنوكي واجهتها بتلمع اكثر من الواجهات اللي بول ستريت يمكن، بس ما في بريز كهرباء فيها الا اعوج جوا غطى البريز، عرفت كيف؟ ويمكن مش موصل له خط ارض جراوند يعني، ممكن تحب شيء معين حديد تحطيه ممكن تشرب، بس من برا ضابط هذه. هل جزيرة غير هالكم بنك اللي فيها، فيها مجمع كبير، مجمع إذا بدك ضخم سياحي، رأس ماله الأساسي سعودي يعني بشكل رئيسي يعني، فيه في عدة حصص شركي يعني، هذا بس رأس ماله الأساسي سعودي، بس تقولي سعودي يعني أمريكان مش العام، مش تقولي يكون في أمريكان شخصين. وفي بعض الحصص لمغتربين لبنانيين متمولين. هذا المجمع في ملهى ومطعم طبعا وفندق وكراج وتراس للأعراس وقاعة محاضرات تارسو كلها يعني عن البيئة، وبعد ما يعني بعد ما أمنوا المي لكل الطوابق لأنه عالي كتير المجمع، وعم بيحضروا عن البيئة. نعم. في بعض القصص عم تنزع البيئة فيها طبعا، نادي رياضة وبيسين. المهم هلا الرئيس رفيق الحريري هو مدير عام في المجمع ومساهم رئيسي، ميشيل المر هو مدير الفندق وشيف دوران مخضرم بالمطعم، مخضرم لأنه إنه هلا في لائحة هون يعني، لأنه هالمجمعات إذا بتحب تطلع عليها، هالمجمعات هي بتدل على ذلك إنه في خبرة بال لا. بالمشاريع السكنية المغلقة، ومحامي نفس الوقت مش المرهو محامي المجمع لدى الدوائر الحكومية يعني بيخلص له أمور اللي تتعلق بالدولة من رخص لقصص ممكن توقف. هلا السنيورة طبعا ضروري يكون على الريسبشن، وهيك دوره بالفيلم اللي رح ينعرض على المستقبل بالحاضر القريب يعني. لا وفي شخص سيد عصام فارس معت كيف عن انه يزور العاصمة، مثل ما انه قالت كيف كتير عن انه ينزل على المجلس النيابي، لانه مناخ العاصمة مش مويتي كتير يمكن، وخاصة بالمنطقة اللي بيوقع فيها الفندق، البيئة عنده فوق مش ملوسة هالقد، لانه في يعني انجأ بيجيهم كهرباء الجماعة فوق، انجأ يعفت عندهم شيء، لا في معامل ولا في شيء، وفاتح هيك جزيرة صغيرة مونتي كارلو بها بالعكار، وبأوقات فراغه بيجرب يكافح الياباس والأحط اللي بالمنطقة، وبيسابوا عادة النهار أحد لأن الأحد بيتصوروا وبيطلعوا على البيسين. نعم. هيك نتصور المستقبل القريب. هلأ مش منه ما في غير هالعالم طبعا، ما هي بدي أسألك إنه ما في غيرهم. هلأ إسرائيل واصلين. إسرائيل من وقت لوقت بيختار لها تضرب الكهرباء، عندها عوايد بشعة إسرائيل بيختار لها تجي تضرب الكهرباء، فالمجمع كونه رأس ماله الأساسي سعودي يعني سعودي أمريكي، وولد ديزني لا دخل فيه يعني كمان. بتتعرق كل نشاطات المجمع بلا كهرباء طبعا، كل شيء صار على الكهرباء، بيقدر الوليد بن طلال يتبرع للكهرباء، لأنه حتى لو رفضت الدولة وقالت نحن من لم، مثل ما صار آخر مرة يعني يعرض مبالغ كبيرة
بس هذا الشيء شو بيكون عم بيصير؟ يعني ما بيكون هالزلمة عم بيشترينا يعني، أو عم بي هذا بيكون عم بي بده يرجع يجيب الضوء على بيته يعني، ما بيكون عم بي يعني ما مش هبة للشعب اللبناني، هذا بده يرجع يضوي البيت المجمع ما بقى يعني، ما لازم ننقذ منها بقى هيك هبات نحن يعني، لأنه هي هبات على القليلة علنية يعني، بدنا نحكى على التلفزيون أو شيء. هذا الجو يعني، إن شاء الله ما يعود. شو بعد عندك؟ إن شاء الله ما يعودوا يضربوا الكهرباء أو يرجعوا يغيروا فكرهم، يرجعوا يفوتوا على الجنوب أو على البحر أو ما بعرف. ما في شيء بيدعي بفتكر لهيك عمل يعني هلا. ما في ساندويتش فاست فود بالعاصمة إلا ما له نصف فلقة منه. والله العظيم. طيب زياد بهالجزيرة بس حطيت هالناس؟ لا. الباقيين شو رح تكون أدوارهم؟ الباقيين يعني من أي رتبة معاش مش حيكونوا هون بقى. نحن بنكون أنا وأنت ونجاح وكيم وكير جامو يمكن نفتكر لها، لأنه لا بقى فينا نروح ولا بقى فينا بنكون بقلب هالجزيرة. شو عم نعمل ما إلو حبس المجمع أكيد. لا يضلوا نحن بالحبس. لا يضلوا نضيف ورايق إنه نحن موجودين، بس شو وظيفتنا؟ ما عطيتنا وظيفة بعد. هلا بيحاول الواحد يكفي وظيفة كل هالناس، بنحاول نكفي وظيفنا. بيبعتوا وراك، انا مثلا بيبعتوا وراي بدهم يعملوا حفله بالمجمع، بيبعتوا وراي اكيد اتصلوا فيه وتعالوا مثلا، بدهم يترشقوا يحكوا بيبعتوا وراي انا، بدهم يعملوا شيء بقاعه المحاضرات يمكن يترك من النجاح تاع عبي محاضره. بس احكي لنا عن البيئه، لما تحكي لنا عن النظام العالمي عندك اطلاع على البيئه؟ لا انا مثلا ممكن يقولوا لي اذا بدعت ممكن يقولوا لي يعني يبينوا ديمقراطيه بيئه واحد يدعوني على المجمع تعمل لهم الكتب اللي كتبها، لا تعمل محاضره بالموسيقى بك او عن الايادي البيضاء بدل السوداء. ما رح يضل في ايدان وبيير ومارون وسالي هندسة صوت اكيد حيعوزوا مجمع مثل هذا تعلى الاصوات دي جاي بيعمل. زياد الرحبيني اهلا وسهلا فيك. يعني عيشتنا حالي هيك فعلا، رحنا معك لغير مطرح اليوم وبقينا يعني بيوقعنا، بس عم ننظر له من غير مطرح. وكمان رح نختمها موسيقيا، ما بعرف شو عنده مارون. Quand est-ce que vous voulez venir prendre un verre chez nous? Chou. Quand est-ce que vous voulez venir prendre un verre chez nous? Chou. وهيدا شو منعمل فيه؟ هيدا شو بدك فيه؟ ولا شو عم بتلف فيه؟ عنا الجو مدفي، بس شكله مش مريح. لا والله كل شي منيح، صار الجمعة محل، هو مش المحل. شو؟ يا أخي شو؟ شو؟ طيب كنت est-ce que pouvons nous venir prendre un verre chez vous؟ شو؟ تفتكري أفضل إنه تيجوا أنتو ونصهر شنو؟ وي ولا شو؟ نسهر يعني لا نسهر إنه نسهر. بس احكي شو؟ امشو يي عصبتها بالأخير يعني هالكونتيس كايبي عظيم جدا. شيفو شنو وهالسلمة مصفي يعني فعلا طاقة. منتظر لها جديد من قبلك؟ مش طلع أسوان يعني، بفتكر بعد شهر ونص بتكون نازلة. وهلأ كونتيسك نحن بدنا نرجع نشوف بعضنا شنو أو شفوه. هلأ بس تقفلي منحكي ومنتفق على موعد. زياد الرحبيني ألف أهلا وسهلا فيك، منحبك ورح نضل نحبك، واللي سمعوك اليوم حبوك أكثر وأكثر. أهلا وسهلا ممنونك وشكرا. ممنونك لأن طولتي بالك علينا منيح. شكرا لك ويا ألف أهلا وسهلا فيك دايما بهالإزاعة اللي بتحبك بكل أفرادها وباسم أسرتها، برحب فيك بقلب إزاعتك، ما بدي أرجع أكرر لك. نجاح وكيم ما في لزوم كمان نعبر لك عن عاطفتنا. شكرا. أنت هون ضيف عزيز ومن أهل البيت. شكرا. وكنت حد الناس اللي بيعوزوك دايما كنت حدهم، فمنتأمل اللي بتريدهم يكونوا حدك يبقوا حدك. شكر كبير وأهلا وسهلا فيك. شكر كبير للأصدقاء المستمعين اللي تابعوا هاللقاء الشيق اليوم، نتأملوا هيك مش هيك زياد والطويل؟ لا ما حسوا طويل، قادرين يبقوا معك بعد لبعض الظهر، بس شو الغدا. شكرا مارون الخوري، شكرا على مساعدة كل الزملاء. شكرا مارون.
تبقى لكم أطيب التحيات والأمنيات من وردي، وإلى اللقاء دايما دايما عبر صوتكم صوت لبنان.